أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا مجاملة في سهرة الأحد على قناة حنا بعال انطلاقا من 9:15 مساء. مرحبا بكم من جديد، إن شاء الله تعدي سهرة طيبة من خلال برنامج بلا مجاملة في موعد أسبوعي في سهرة كل أحد. إعادة البث بإذن الله تكون ساعات بعد الآن 2 صباحا كموعد البث الثاني لبرنامج بلا مجاملة، وموعد البث الثالث بإذن الله يوم الاثنين انطلاقا من 1:30 بعد الزوال. فنانة تونسية تعيش في الخارج هي عزباء، هذا يقبل كل شيء. جاءت نهار الجمعة لتونس وسط 3 متاع العشية، جابت لنا كليب جديد سيبث لأول مرة على قناة حنا بعد ولأول مرة في وسيلة إعلامية تونسية والعربية. هي فنانة تونسية مقيمة بباريس منذ 12 سنة، إعلامية بإذاعة مونتي كارلو الدولية، عندها برامج حكاية نغم وتوب 10. أهلا وسهلا ومرحبا في قناة حنا بعد عبير النصراوي، مرحبا بك. يعيشك، بارك الله فيك. شنو احوالك عبير؟ شرفنا بالحضور في برنامج بلا مجامله. شكرا. تعيش في فرنسا، فنانه اعلاميه عزباء، ربي يعطيك كل شيء بكماله. مركز على العزب. وان شاء الله نعديو حصه باهيه، وما تعرفش على المكتوب، ان شاء الله تتواصل النجاحات نتاعك. ان شاء الله ما تعرفش على المكتوب. مرحبا، اهلا وسهلا بالاعلامي الحبيب جغا، مرحبا بك سي الحبيب. اهلا وسهلا. لاباس؟ لاباس. والاعلامي لطفي العماري، مرحبا بك. والاعلاميه هلا الذوادي، مرحبا بك. شخصيا قبل بدايه كل حصه وفي نكملوا، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. انا مقبله عندي مرايه قاعده نشوف فيها في روحي. عينين حبيب جغام نشوف فيهم انا في روحي. هو تعرف قبل من دول البرنامج هو قال لي انت في عناية. قاعدين نحضروا. لا، قاعدين نحضروا في الامور التقنيه وكيفاش نظره هذه الكاميرا وشنو الكاميرا باش تاخذها مع كريم النوالي ورحاب باباي. اغزر لها حبيب جغام في لحظه ضعف، في لحظه حب، في لحظه عشق، تنجم سبحان الله تنجم تكون في لحظه تجلي فهمتني. وقاعد يغزر لي وخايف في لحظه عشق لا متناهي. اسعد دارك يبدا باش يتفرج، كي مرته الحكايه مع لطفي العماني كي يبدا يتفرج هو ومرته، تجي اللقطه هذه يقول لها برا قوم جيب لي كاس. مش ما تشوفهاش، اغزل لي ترى روحك في عينيا. ان شاء الله ما تشاهدش السيده جغام ما صرح به علنا الاعلامي الحبيب جغام، الاعلاميه هالة الزوادي. وساطلب بكل ود. ما تحبنيش؟ ها؟ طبعا نحبك ونحب الزملاء الكل. تحبني؟ طبعا. اي اسمع، والله تعرف قبل الحصه ديما فما جو كبير ولطفي العمير بدي نكت علينا، ساطلب منه معناها بكل تلقائيه النكته نتاع الكار. السيد اللي في طلع في الكار وعنده اي لطفي برا. والله اللي نحب نعمل ملاحظه في اعتقادي مهمه. كنت تفكر الجمعه اللي فاتت تكلمنا على الشهيد اللي سقط في انيس الجلاسي في ولايه القصرين، انيس الجلاسي، وحكينا على الظروف الصعبه نتاع العائله نتاعو. اللي صار انه تفاعل رجل أعمال مشكور أصر أن ما نذكروش اسمه، وتعهد أنه باش يبني الدار نتاع العائلة وباش يأسسها، وبدأت الخطوات العملية واتصلنا بنقابة الحرس الوطني، وإن شاء الله حتى بو المرحوم يتصل بينا وإلا خوه وإلا أخته، وهكيك على الأقل نكونوا أعطينا مثل باهي من جانب رجال الأعمال اللي قاعدين نشيطنوا فيهم منذ بداية الثورة إلى اليوم بسبب ودين وسبب، وعادة من أجل الابتزاز ومن أجل الاستغلال، وأيضا وخاصة لرجال الحدود وقت يشوفوا إلى البلاد الكل متضامنة مع الشهيد هذا ومع عائلة الشهيد هذا، ينجم كان يعطيهم دفع ويحسسهم اللي ما همش وحدهم غادي في الحدود، راهي بلاد كاملة وشعب كامل واقف معه. إن شاء الله رجال الأعمال يكونوا كما تعودنا بهم في المستوى، وبعض رجال الأعمال اللي يستعملوا الإعلام مطية للشهرة. وسمع أنا راجل أعمال تونسي بعث لفرنسا جرحى الثورة باش يداويهم على حساب، وبعد جبد روحه وخلى الدولة في الواجهة. هلا تعرف الجمعة هذه في تونس شفنا الحجر في سيدي بوزيد، وشفنا الحلوى في توزر. في توزر. شنو رأيك؟ أنت تقصد اللي احنا شفنا كف وكعبة حلوى. أي. الواضح والأكيد. أي. أنه كعبة الحلوى لعمري نهار تنسي في الكف. عبير، أنت تعيش في فرنسا. نعم. في تونس تبارك الله في العيد الأضحى المبارك استوردنا العلالش من رومانيا، وأخيرا استوردنا الحليب من سلوفينيا. وكان كلمتني قبل ما تجي ونعرف أنت من باريس، راني قلت لك جيب لي زوز باكوات حليب وكفنهم في المطار. يجيبوا لنا الحليب. يجيب لنا زوز باكوات وخبيهم على العينين نتاع الديوانة. شنو رأيك في أزمة الحليب اللي في تونس؟ والله أنا مازلت فرشكة يعني، واصلة عندي أشهر يعني غايبة على تونس. طبعا كمتفرجة من بعيد مش كيف ما نجي ونعيش الهوني ونشوف الأشياء. طبعا
هذا شيء حزني انه وصلنا لبلادنا هكايا اللي احنا المفروض انه الاقتصاد نتاعنا في جزء كبير منه قايم على الفلاحه واشياء كل معناتها اللي هو يكون لهذا القطاع. علاش احنا المفروض ما نستحقوش نستوردوا اي حاجه؟ لكن خاصه وليد انه كمره سيد وزير الفلاحه يؤكد انه فما كم هائل من الانتاج في الحليب، وين يمشي هالكم هذا فضلا على ما استورد من الخارج وان كان هو قليل؟ لكن الواضح هلا انه فما نوع من الاحتكار من برشا مواطنين، لانه يعني نشوفوا في المساحات الكبرى فما تهريج زاد لبعض الدول يجيبوا كميه معينه في لحظات معناها تتباع، فما نوع من اللهفه والاحتكار وبعض الباعه بعض التجار اللي يخبيه تحت الكونتوار. عندي واحد صاحبي سهار ويحب الدنيا، قلت له باش تسهر راس العام، قال لي في الاوتيل الفلاني والمطربه الكبيره الفلانيه وباش نهبط فيها دبو زحليب. لا ما تصورش باش يترشق دبو زحليب. غالي علي غالي علي. ايوه هلا عندك مكتوب. انا خايفه، انا خايفه من حاجه برك، خايفه لنهار من نهارات نستوردوا الدستور التونسي، يمكن من قطر يمكن من امريكا، ان شاء الله يعملوا لنا في كل حومه. انا هذا حبيت نحكي معكم بعض الاحداث الوطنيه اللي شغلت الراي العام التونسي والعربي. 17 ديسمبر 2010 محمد البوعزيزي صارت له مشكله مع فادي حمدي، هبط قدام الولايه وحرق روحه. بعد عامين شنو اللي صار 17 ديسمبر 2012؟ نشاهد ثم نعود. وعيد النصر هو يوم 14 جانفي، لكن عيد الثورة يجب أن نؤرخ الثورة ابتداء من 17 ديسمبر ومن هذه المدينة. أيها السادة، نعرف أن التركة طويلة، أن التركة ثقيلة، وأن الحل ثقيل، لكن الشعب يريد أن يشاهد إنجازات على أرض الواقع. احترمونا يا رسول الله، يا رسول الله، أعطونا حقنا. اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين، اغضب فإن الأرض تحمي رأسها للغاضبين، اغضب ستلقى الأرض بركانا ويغدو صوتك الدامي نشيد المتعبين، اغضب الأرض تحزن حين يسترخي الرجال مع النهاية عاجزين. أنا نقول لكم اللي يحب تونس شوية صبر، والنومة ومشاكلكم وقضايا سيدي بوزيد والجهاد المعلومة في قلوبنا، وسنبذل كل مجهوداتنا لحلها، لكن ثم قضايا عاجلة، ثم قضايا تحتاج إلى وقت، إلى تخطيط. كما قدمت تضحية كبيرة من أجل تحرير تونس من الاستبداد، تواصلوا تواصلوا جميعا. اغضب اغضب اغضب
اللي ناقص هو حوار، إطار متاع حوار، مش إطار مناسبات يوم 17 ديسمبر ذكرى الثورة يجيوا معناها رسميين باش يحيوا الثورة. معناها أحياء الثورة حاجة أساسية، لأنه الثورة ما يلزمهاش تتنسى. سيدي بوزيد مهمشة من أول الدنيا وبقت مهمشة، ولحد الآن مهمشة وما زاد فيها شيء. مشنا فرحانين. أنا واحد الناس كئيبة، مانيش عندي شيء، ما شفت حد شيء في سيدي بوزيد. اغضب ولا تسمع أحد، اسمع ضميرك حين يطويك الظلام، وكل شيء في الجوانح قد حمل. العالم يحجرنا اليوم، العالم ينتظر كونها الثورة هذه توصل تحقق أهدافها. العالم ينتظر باش نكونوا في مستوى التضحيات. الناس كل تحكي على الثورة، وهي صار الثورة، لكن قدمنا ولا وخرنا؟ يظهر لي وخرنا بعد الثورة، يظهر لي ثورة ما كسبنا منها كالحرية، لا فما لا تنمية، ما فما حد شيء. كنا نتمنوا أن باش نقدم، لكن يخسر. الثورة بدأت كأجمل ما يكون، ثم كأني أشاهد نوع من عملية اختطاف. كل أوفياء بدماء الشهداء، كل من سقط في ساحة الفداء، شهيدا الأمين لا تقطع الرجاء، فدامك السكين لن يذهب. كما يقول المصراوي كأنك يا بوزيد مغازيت. فعلا هذا هو المثل على ولاية سيدي بوزيد. يظهر لي حكاية على سيدي بوزيد قبل ما يحصل فيها اللي يحصل سيدي بوزيد، ما يذكروها كان في 17 ديسمبر، تعدى 17 ديسمبر يذكرونا كان في المشاكل، وسيدي بوزيد ما يصوتت للعريضة وصوتت لغيرها وصوتت ما فهم حد شيء. انتم الإعلام أحرمتونا من حفلة 17 ديسمبر، علاش المسارة والوطن العربي الكل كي قالوا راهي تونس ما هيش بداية الربيع العربي، معناها تغششتوا منها. احنا نفس الشيء اللي عملته مصر والوطن العربي الكل لتونس، انتم عملتوه لسيدي بوزيد، انكرتوا اللي شرارة انطلقت من سيدي بوزيد، واحنا كنا الثورة تجيب لنا التنمية بحكم تعرف سيدي بوزيد، ويكونوا انتم في حالنا بعد خاصة المرفات عملتونا مشاكل مع الولايات الأخرى، حرمتونا من أنهم يجوا لهنا ونشوفوهم بأزياءهم وبعاداتهم وتقاليدهم ويتلموا هنا ونطبقوا يلوي ولو لمرة اللا مركزية. فهمتني؟ نحبوا جو الرئيس والولايات الكل تجي هنا وتعمل عروض وتقوية الروابط بين الجهات. درنا خصيصا للجمهور سيدي بوزيد والشعب التونسي كل، هي أغنية نقول وطنية فيها كلام مهدى للشعب التونسي، وفيها أغنية متأكدين أنها تعجبكم كثير. Yeah.
قلت 17 ديسمبر 2010 بوعزيز يحرق روحه قدام ولاية سيدي بوزيد، 14 جانفي 2011 الرئيس السابق زين عابدين بن علي يغادر البلاد التونسية، 17 ديسمبر 2012 رئيس المجلس الوطني التأسيسي سيد مصطفى بن جعفر ورئيس الجمهورية يحطين الرحال بسيدي بوزيد احتفالا بثورة تونس. نعرفوش الناس تقول منطلق نتاعها 17 ديسمبر، الناس تقول 14 جانفي، هذه كانت ثورة أصلا، وتردد عديد الأصوات في الآونة الأخيرة خاصة مرديف يقول لك لا، منطلق الثورة هو أحداث الحوض المنجمي 2008. نحب ناخذ الفنانة والإعلامية عبير النصراوي كتونسية تابع في الأحداث من بعيد، وعندي اتصال بالجالية التونسية في الخارج اللي يبدأوا خايفين على تونس حتى أكثر منا نحن، يبدأوا يتبعوا في الأخبار وتبعوا في كل شيء. ثورة 14 جانفي ولا المنطلق نتاعها 17 ديسمبر، كيبو عزيزي حرق روحه. هناك من يعتبرها لحد الآن أمام وسائل الإعلام يقول لك ثورة مباركة مجيدة. وفما شكون يقول ذكرى مشؤومة في تاريخ تونس المعاصر. مع العلم نقولها لك وديما نقولها لضيوفي، الناس مش الكلام اللي تقول فيه في قدام التلفزة، تقول فيه مش هو اللي يقولوا طبعا فيه. طبعا يقول لك شنو هي الثوره وكل، اعطينا رايك بصراحه، وهو راي سيسجل التاريخ على عبير النصراوي. طبعا انا رايي ديما نتحمل مسؤوليتها ونتكلم بصفه شخصيه وربما نعبر على فئه ايضا من الناس اللي مقيمين برا. بالنسبه لي انا نساند برشا انه الثوره ما بداتش في 17 ديسمبر، لانه صار فما تعتيم، صار فما اعتداءات، وفما معناتها في الاحداث نتاع الحوض المنجمي اعتقد انه وقتها بدا الكيل يطفح، معناتها الناس خباو خباو خباو. فما حاجه في الدنيا معروفه بخلاف انه نحكيو على الثوره التونسيه، انه الانسان يوصل بالخوف او يعبي 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 والخوف يوصل لحد وبعدين ينتهي، ما عادش فما حد اللي يوصله الانسان ما عادش يخاف من بعده. احنا صار يعني تراكمات كثيرة ومن بعد طفح الكيل. هل طفح الكيل مع 17 ديسمبر أو طفح الكيل من بعده؟ في الحالات الكل مش بعيد على بعضه، يعني سنتين أو ثلاثة من تاريخ شعوب، يعني وقت قصير جدا. ثم أنه اليوم مش نحكمه بعد عامين على الثورة هل هي مجيدة أو يعني هي كارثة، أيضا ما نقدرش نقوله. أنا الحاجة الوحيدة اللي نقولها أنه أنا كي نشوف من بعيد قلبي على بلادي، خايفة برشا على بلادي، لكن أحيانا نرى الدنيا وكأني سوداء قدامي من بعض الأحداث، لكن نقول سمحني جست نكمل نقول الشعب التونسي، أنه مهمة الجملة متاعي، الشعب التونسي شعب مثقف، شعب متعلم، شعب واعي، كيف تقارنه بالشعوب العربية كثيرة أخرى. عندي ثقة أنه أزمة وتعدي، راهي ثورة، معناتها كيف واحد يعمل ثورة والدنيا يعني يدخل في فوضى كبيرة، بعد صعيب باش تدخل الأمور ترجع لنصابها. أعتقد نحب نواصل نحكي مع الإعلامي لطفي العماري على اللي صار في 17 ديسمبر 2012 واللي أمنوا زميلنا راشد بن صابر وياسمين بن سعد اللي تنقلوا على عين المكان لمتابعة أحداث 17 ديسمبر 2012 في سيدي بوزيد. الصباح الهليكوبتر نتاع الدكتور المرزوقي هبطت غاديكا في سيدي بوزيد، خلطت عليها بعد الهليكوبتر نتاع الدكتور مصطفى بن جعفر، قعدوا قدام المنصة بهم شي يخطبوا كالعادة. دكتور مصطفى المرزوقي ديما الخطابات نتاعو اللي يكون 50 سنة خراب عاشتهم تونس، ولازم تعطيونا الوقت، عملوا القاعدة تعطيونا 6 شهور توا طلب 5 سنين. منع سيد حمادي جبالي بلاغ رئاسة الحكومة نهار 2 الصباح قراو عنده نزلة برد بما اصطلح عليه بالعربية غريب، منع حمادي جبالي، مشاو زوز رؤساء غاديكا، فما إهانات كبيرة، فما قذف بالحجارة ومقذوفات كبيرة صارت على المنصة، صورة تونس لطفي العماري اهتزت، هيبة الدولة وأركانها اهتزت. تقارير الأمنية الواردة على رئاسة الجمهورية يقولوا المنصف المرزوقي مازمكش تمشي لسيدي بوزيد، فما حالة احتقان وغضب كبير ياسر. رغم ذلك مشى، يمكن في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، يمكن لاعتبارات أخرى. ما صار للمرزوقي وبن جعفر ألا يدعوهما إلى الاستقالة لطفي العماري؟ خلينا نقولوا اللي صار ما يشرفش تونس، ما يشرفش التونس، لأنه مهما كانت درجة الغضب بتاعك لا يمكن أن يكون الاحتجاج بإلقاء الحجارة على رموز الدولة. رأيك فيهم هذاك مسألة أخرى، لكن هم يمثلوا مؤسسة رئاسة الجمهورية، والمؤسسة الشرعية الأولى والوحيدة إلى حد الآن المجلس التأسيسي. لكن يقول القائل
الزوز هذوما السيد المرزوقي والدكتور بن جعفر هما زوز داير طب. اها. زوز طب ماشيين يطلوا على جهه مريضه وما هزوش في ايديهم الدواء. بطبيعة الحال ردة الفعل تكون غير عنيفة محسوبة. شنو اللي تحقق سواء سيدي بوزيد أو غيرها من جهات الداخل باش أنت تمشي تحتفل؟ شنو اللي تحقق؟ الفقر المتزايد، البطالة اللي قاعدة تضعف، المهربين اللي قاعدين مسيطرين على البلاد، المحتكرين اللي قاعدين يشعلوا في الأسعار، السماسرة، الفساد، المتسولين اللي قاعدين نشوفوهم اليوم في الشوارع نتاعنا في كل بقعة، بعضهم معناها محتاج والبعض الآخر ولا متشكل في شكل عصابات معناها يتاجروا بعواط في الناس، هالبنات اللي نشوفوا فيها معناها مظهر الفساد والعهر في الشوارع في الليل وفي النهار، هذه كلها معناها إفرازات نتاع ثورة مازالت في طور الغثيان في طور القيء، كما هاك المرأة اللي تبدأ حبلها فما فترة كاملة تعدها في القيء دون أن نعرف ما هي نوعية الوليد اللي باش تجيبه. السادة سيد المرزوقي والسيد مصطفى بن جعفر ديما عندهم مشكلة نتاع يعني اللي كونسيي نتاعهم مستشارين ديما ان بو مال كونسيي ولا هما سون تيتو عندهم قراءة غالطة للوضع. هذا اللي خلى مثلا السيد رئيس الحكومة ما يمشيش انه عنده معلومات اللي ربما الأمور تنقلب إلى غير ما لا يحمد عقباه ما هو مرجو. والأخرين معناها مارسوا ما يسمى بالعناد السياسي ومشاو وصار ما صار. تقول لي معناها يستقيل ولا ما يستقيلوش؟ تعرف في فرنسا في معناها دوغول عام تعام وقت اللي عمل حس اللي الشعب الفرنساوي بعد 168 دار عليه وعمل استفتاء على بعض الاصلاحات اللي حب يقترحها على الشعب الفرنساوي، ورغم انه الشعب الفرنساوي صوت ب 54 فاصل لي بنعم الا انه قال اذا ثم نسبه اخرى كبيره من الشعب الفرنساوي ضد يلزمني انا نستقيل ونمشي. هذا دو جول، لكن في تونس ما عندناش حتى جول واحد. المشكل وين؟ المشكل أنه الثورة هذه كشفت لنا اللي ما عناش زعامات، ما عناش رجال سياسة، كانوا عنا مجموعة من المناضلين المعارضين لبن علي ولنظام بن علي. وقت اللي طاح نظام بن علي الناس هذوما اكتشفوا عجزهم على إدارة الدولة وعلى إدارة الأزمات اللي تمر بها أي دولة وأي شعب في حالة ثورية. هذاك علاش اليوم فما انسداد كبير، فما خطاب سياسي منعدم، وإذا موجود فهو خطاب فاشل أدى إلى هذه الصدمات اللي بصراحة شوهت صورة تونس، لأنه شفنا اللقطة نتاع سيدي بوزيد دارت معناها تقريبا في جميع تلفزات العالم وكانت صورة معناها ما يتمناها حد لتونس بصراحة. يعني فأنا نقول الزعامات اللي عندنا اليوم هذه مشكلتنا بصراحة، يعني لا نجموا يبقوا ثوار ولا نجموا يوليوا رجال دولة، وهذاك علاش اليوم البلاد نحسوا ما فيهاش قائد، نحسوا في السفينة بلاش ربان، نحسوها تنجم تغرق في أي لحظة. اليوم احتجنا نخب واحتجنا رجال الدولة، لقينا الثوريين والمناضلين يحبوا يبقوا ديما يتكلموا بلغة النضال، بقاو العامين هذوما الخطاب اليوم تاعهم شنو هو؟ 50 سنة تاع تونس من الاستقلال اليوم كلها خراب، والحال أن إنسان كيما الدكتور مصطفى مرزوقي اللي من عائلة نعرفوها فقيرة كيما حالاتنا الكل، قرا ولا طبيب، هذه القراية اللي وفرها لك بورقيبة يا سي مصطفى مرزوقي، وانتي وغيرك ولت معناها الدراسة والشهادة هي الأسانسور سوسيال، هي المصعد الجامعي اللي خلى فينا برشا ناس فقراء، ووضعنا معناها كان تعبه برشا، واللي يوصل ولا طبيب واللي يوصل ولا محامي واللي يوصل ولا أم دافير. فهذه كلها نتاج وثمرة 50 سنة، 50 سنة ما كانتش كلها خراب، هما بقاو ديما بالخطاب هذا أو خطاب مقاومة الفساد. هذا خطاب اليوم بعد عامين تهرى وتآكل والشعب ما عادش يقنعوا. النخبة السياسية عجزت اليوم عن إنتاج خطاب سياسي جديد يبعث الأمل ويعطينا خريطة طريق واضحة ويقول للناس وين ماشيين. وينستون تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية اللي دمرت فيها بريطانيا خزر للشعب البريطاني قال لهم ما نعدم شيء، نعدكم كان بالعرق ولا شيء غير العرق، وإلا فسيسيل الدماء ستسيل الدماء من جديد. فاليوم في تونس احنا في أزمة خطاب سياسي، في أزمة زعامات، في أزمة نخبة
بصراحة الأزمة هذه مش سهل باش تتحل. وهذاك علاش اليوم الصدام اللي صار في سيدي بوزيد لا شيء يمنع من تكراره في جهات أخرى إذا أصرينا على اجترار خطاب مفلس وانتهى مفعوله بانتهاء حتى الشرعية النضالية، لأنه الناس اللي ضاغطوا ضد بن علي وبارك الله فيهم اليوم وقعت مكافأتهم، خذوا رئاسة الجمهورية، خذوا الوزارات، خذوا أماكن في مجلس النواب. دونك الفونت كوميرس هذا نتاع النضال انتهى امره، لابد اليوم من انتاج خطاب جديد، والا فان الانسداد سيهز البلاد معناها الى يوم نفيقوا فيه لا نقاو الدوله ولا نقاو الثوره. نجحنا في تكريس ديكتاتوريه سيدي بوزيد، الناس الكل تقول رانا من سيدي بوزيد، وتهافت السياسيين على سيدي بوزيد، الامر الذي حدا ببعض اهالي متسكنين سيدي بوزيد الى المطالبه بدستره 17 ديسمبر. قال لك امر هام وعلى غايه الاهميه في تاريخ تونس المعاصر، لازم 17 ديسمبر تكون موجوده في الدستور التونسي، ولا مجال الحديث على 14 جانفي واي تاريخ اخر. المجال فسيح الان للاعلاميه هلا الذوادي لطرح سؤال مباشر على عبير النصراوي. تفضل هلا. باش نحكي شويه بعديك نسال سؤال العبير النصراوي. الناس اللي كانت غارقه في الارض، ربما اهالي سيدي بوزيد قعدوهم على الكراسي ومنحوهم الكراسي، وفي عوض الناس اللي قعدت على الكراسي تطلع بجماعة سيدي بوزيد زادت غرقتها بالحية في الأرض، زادت دفنتها بالحية في الأرض. جماعة سيدي بوزيد ما سيسوش وما قالوش سايس لساسة البلاد، قالوا لهم فدينا رانا كرهنا رواحنا، راهو ذاك خطرنا. وراهو في الأخر بالكل حكاية النغم اللي وعدتونا بها ولات حكاية ندم. هو فسر لهم الناس، تعرف شنو عملت هالة الذوادي؟ هالة الذوادي انطلقت من جملة من أغاني عبير النصراوي، وانطلقت منهم عملت توليفة غنائية جميلة لطرح السؤال. وصدقوني وحق ربي كيبدا عندك دكتوراه في التاب السوربون لا تفهم السؤال. هاي تفضل عبير. كيما فهمت ديما هي اللي كيتكلم نعملوا دبل جبل عربي. تقول جاكي شو معنا في البلاتو. فهمت تلخيص، فهمت حوصة. هذه لازمها ثورة أخرى باش تنجم تجاوب. هاي تفضل. تحب تجاوب بالغناء ولا بالكلام؟ ليه إجابة بالغناء خير. أي تفضل عبير. نعرفش أن اقترح عليك فرخ الحمام ذاق خاطري كما ذاق خاطر التوانسة الكل، وكل يوم يزيد يذيق خاطرنا. ماذا بينا يا وساع توا يزيد ذاق ذاق. أي وسعدنا على بالنا. أي العبير. أنا في نهاية الأمر نحب نغني مقطع من فرخ الحمام. اللي نحب نقوله أنه احنا كنا نحكيه على الثورة وكنا نحكيه على الجهات وكل. أنا ألبومي هاي ما خرج من بعد الثورة، برشا تصوروا أنه أنا يعني قفزت على الثورة وخرجت ألبومي، لكن هو كان جاهز من قبل، لكن صدفة التاريخ كان مقرر بعد ما صارت الثورة، ما كناش حاسبين حسابها الحقيقة. في الألبوم هذا حبيت نقول أنه أنا عشت طفولتي والمراهقة متاعي في منطقة القسرين بين مدينة تالا ومدينة القسرين. حبيت بعدت شوي الحقيقة، وبعد مشيت لفرنسا والكل حبيت نرجع للجذور، لقيت أجمل الذكريات اللي عندي في هالمناطق هذوما، وحبيت نكرمهم. وكان الألبوم يعني تكريم من خلال اللهجة، من خلال برشا حاجات، وأيضا تكريم خاص لروح جدتي الله يرحمها، وهي كانت تغني لي فرخ الحمام. يعني تواجد فرخ الحمام في هذا الألبوم كان مهم جدا. واليوم زاد غنية قديمة، معناها غنية قديمة، احنا عاودنا التصور الموسيقي نتاعها، عاودنا التوزيع نتاعها، وطبعا في كل مرة نعاود بكثير من الذكريات الجميلة وبالحنين، يعني مش ذكريات حزينة. راه فرخ الحمام، مقطع من فرخ الحمام. يا ساكن
الأبراج تعلى لو كانك فهامة نجامة توصل لي مبروم الخلاك توصل لي مبروم الخلاك ويا شارك لبانا لبانا وما تشري كان بلقيا ما تشري كان بلقيا اشري بالقرطاسة يا ناسا وحيد لي كل آخر ليا وحيد لي أول آخر ليا سها عبير النصراوي في فرخ الحمام الله يرحم جدك وربي يخليك وربي فضلك سيتواصل الحديث على الفن والثقافة بحضور عبير النصراوي الإعلامية والفنانة المقيمة في باريس في انتظار وصول وقدوم الفنان التونسي العربي النجم لن أقول على اسمه الآن لا تغادروا مقاعدكم ولا تغيروا المحطة سأعود لكم مباشرة بعد الفصل مرحبا بكم جديد على قناة حنابال عدنا بعد الفاصل الإشهار لمتابعة برنامج بلا مجاملة في سهرة الأحد معنا الفنانة العالمية التونسية المقيمة بباريس عبير النصراوي مرحبا بك مرة أخرى شرفنا بالحضور وأبدعت وتميزت من خلال أغنية اللي غنتها لنا فرخ الحمام قلت في انتظار استقبال النجم التونسي العربي المتميز والمتألق على الدوام The Voice نعم يحضر معنا اليوم مباشرة من الـ MBC إلى قناة حنابعال إلى برنامج بلا مجاملة النجم التونسي العربي صابر الرباعي مرحبا بيك صابر ما عندش باقي ما سوي صابر الرباعي ملكت الروح الأول وتاني ما عندش باقي ما سوي صابر الرباعي مرحبا بيك صابر باعي مباشرة من MBC من برنامج The Voice إلى برنامج بلا مجاملة مرحبا بك سي صابر مرحبا صافا خويا صحة لاباس الحمد لله شرفتنا في الحضور في قناة حنا بعد في برنامج بلا مجاملة غيبة كبيرة خويا هذه والله تشدي تشد بربي هي شد أما شد فيها فلوس هذه نحن واحد يقول شد شد معناها تخلق ما صبولوش ولا حاجة فما خدمة من غير فلوس كلها معناها كلها خدمة تعرف نذكر صابر أنا وياك وهالة في الجزائر ذكرك الليلة أما تعرف راهو صابر مروقي اللهم صل على النبي يحب الزومة يا ويلي تقول يا ويلي تقول ذكرك في الريستوران في الريستوران شيخنا ما يطلعش عليك أنا كي ناكل كعبة يوغورت نزيد 4 كيلو أنت ماني عادة بعد الماكلة سيد والله تبارك الله نهارتها كي ياكل ذوقنا حاجة قلبوقوها شد صحيح أيه. قال لي وريد كورها فما الهريسة فما الهريسة فما الهريسة هي سبيسياليتي نتاعهم هذول نتاع الجزائر نتاع الجزائر حلوة هذا سحر جملة لا 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 قلت صابر نورتنا سي صابر صحة لاباس خويا حد نزحرك مرحبا بك سي صابر شرفتنا معنا عبير نصراوي الفنانة التونسية والإعلامية المقيمة في باريس صابر باعي طبعا مرحبا بها أي في كلمتين ماذا يمثل بالنسبة لعبير نصراوي صابر الرباعي صابر طبعا من الأصوات مش التونسية لا مش مجاملة يعني أنا دارسة موسيقى ونعرف شنو اللي نحكي عليه من الأصوات اللي نعتز بها مش في تونس كهو يعني في الوطن العربي وهذا مفروغ منه صابر وصل صوت تونس لبعيد يعني خلى برشا ناس يغنيوا بالبعض اللهجات أو العبارات التونسية يعني من الناس اللي نعتز بيك طبعا أنت عندك في إذاعة مونتي كارلو الدولية عندك برنامج توب 10 وحكاية نغم هل تتصدر أغاني صابر الرباعي ديما سباق الأغاني في التوب 10؟ وقت اللي يكون فما جديد ديما يحتل مراتب هامة طبعا الأغاني اللي عنده مدة يعني بربي معنا ذي تقصير لازم جديد جينا هش جينا هش أوكي سيدي لا تنقلك جاوب بكل شيء صح بكل شيء مبروك الطاولة الجديدة والديكور الجديد
هاو بدا يرمي في الكلام صابر. لا والله لا صابر بدا يرمي في الكلام. انت عندها على الاقل 9 سنين. ايوا لا يا راجل. بون انا حبيت نقول حاجه، المشكله انه اليوم هبطت اغنيه جديده غدو يقول لك شنو جديد؟ فما بالك في اذاعه، دونك الاذاعه ديما تحب ديما تحب الحاجه الجديده. احنا نغني ونعمل حاجات جديده وديما كما يقولوا بو على خوه، يعني ديما يدو في يدخو فوالا يدو في يدخو، دونك نخدموا 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 ديما ما فما حتى شيء جديد. مي ليسونسيال انه الاغنيات يتعداو وتحفظوا وتحبوا. اي اما انت علاش ما تاخذيش من جهه انه الجمهور يحبك ويطلب جديد؟ بيان سو انا بالعكس، يعني وكل اغنيه يسمعها يحب اللي من بعدها. بيان سو انا هذاك اللي نحب انا هذاك. على شنو نخدموا احنا؟ نخدموا على مش نخدموا على اغنيه واحده، نخدموا على مجموعه من الاغنيات، الاغاني اللي يتحبوا ويقعدوا ديما يدوروا في الـ في الـ في الـ في الراديو ونتوندو حتى يجي لي بعدها. تفضل هذا. صابر لطفي في الاكحل وانت في الاكحل. انا في البلو بلو بلو ماري بلو ماري نحي لونتي. بس حيدك حزين على حال البلاد. انا ما نعملش لونتي. لا عيني حزين من احزن. انا على حال البلاد شبيها، بالعكس انا متفائل ديما متفائل مهما كانت الظروف. باه صابر باش يحضر معنا اليوم مع عبير نصراوي في برنامج بلا مجامله على قناه حنا بان. ان شاء الله تكون سهره متميزه. باش نحكيو في عديد المواضيع الفنيه، باش نحكيو على برنامج ذا فويس الذي استرعى بانتباه الاعلام العربي والجماهيريه التونسيه والعربيه، وعاشوا الكل مع صابر باي ومع يسرى محنوش مع كاظم الساهر ومع عاصي الحلاني ومع شيرين سهريات حلوه ياسر، وعديناهم الجمعه اللي فاتت من خلال برنامج بلا مجامله. صابر، في تونس توا فما سياسيين يقول لك لازم تحسين الثوره، تحسين الثورة من الأزلام والفلول، تعرفهم هذه معنا من الأزلام والفلول، ويحبوا يخرجوا قانون في المجلس التأسيسي لإقصاء بعض الأشخاص وبعض السياسيين عن العمل السياسي لمدة 10 سنوات باش لا يشاركوا في الانتخابات القادمة ولا الانتخابات اللي بعدها. هل يمكن الحديث عن تحسين الثقافة مع تحسين السياسة؟ سؤال سأطرحه مباشرة مع الإعلامي الحبيب شغاف. نشاهد ثم نعود. هليمات نسمعوا في تونس على مصطلح اسمه تحسين الثورة، نجموا نعملوا مصطلح تحسين الثقافة؟ هو المصطلح تحسين أصله دخيل هذوما كلهم دي كونسيبت، ماذا بيا كل واحد يتعمق في الكونسيبت اللي يعطيه. شو معناه تحسين الثورة؟ فسلي. هو التحسين باللغة دارجة ركبوا على حصان بدا يبرطع ما عادش يعرف شو يعمل. تحسين ثقافة من السياسة ممكن، من السياسة لازم انه الثقافة تتحرر من السياسة، تاخذ الاستقلالية نتاعها والاوتونومي نتاعها. تحسين الثورة معناتها ناس هبلت ركبت على فرس وبدات تهز بها وتتلخ وما يعرفوش فين ماشيين، ويسخايلوا طايرين به للقمرة، البراق جاك للرسول ما عادش يجي لحد آخر. تحسين الثقافة صحيح، لازمنا نحسن الثقافة، ومن خطر داهم كبير من عملاق كان مضطهد وتو ولا يحب يلغيها تماما. شوف اللي نصب روحه عادة أن في موقع أنه هو عنده الصلوحية والإمكانية والفهم صحيح باش يحدد للناس أنه هو الباهي وأنه هو خايب، يتعامل معهم أنهم قصر، هذاك اللي نحسنوا رواحنا منه. المشكلة اللي السياسة كلتنا روسنا، معناها ما عادش نجموا نخموا في الثقافة. احنا توا نحبوا نحروا الثقافة اللي هي تلوج على الاستقلالية نتاعها من بكري. نحبوا نحروها من السياسة ومن الحكومة ومن أي حكومة تجي. إذا كان احنا نلوجوا على حاجة باش تتحسن معناها هي فارغة، هي هشة، دوك نلوجوا باش نحسنوها باش نضمنوا حاجات. لكن الثقافة ما هيش محتاجة لأي شيء من التحسين. مستحقين إنها تتحسن الثقافة من سلطة الإشراف الساعة اللي بين بالكشف من بعد عام ويش من الوزارة الجديدة وزارة الثقافة إنها محطوطة تقول نقابة ونحن أعراف. لازمنا تحسين الثقافة وتحسين خاصة الثقافة، ونعلموا الناس كيفاش نحسنوا في ثقافتنا، خاطر المشكلة في اللي يدعيوا اللي هما مثقفين هما أساءوا للثقافة. الثقافة ما حشتهاش بحصون، الثقافة حشتها بالحرية، تكسر كل ما هو حسن حسين وكل ما هو وكل ما هو حجر يدور بها. الثقافة حشتها بالهواء، حشتها بالحرية، حشتها بال خليني نخدم. أنا واثقة من حاجة، اللي ثم اعتقد في وسط الجمهورية مخمومة،
نعرف اللي الناس جعانة، نعرف اللي الناس لازمها تاكل، اما الناس زاد لازمها تنتج، والناس زاد لازمها تمثل، والناس لازمها تكتب، والناس لازمها تطلع الركح، والناس لازمها تغني وتعزف وتنتج. علاش هذوكم لا؟ علاش ديما هذوكم محطوطين دو كوتي؟ علاش جماعه الجنوب ما نسمعوش عليهم؟ وعلاش جماعه النواس ما نسمعوش عليهم؟ هذوك مش قاعدين يعملوا، مش توينسا؟ من تحسين السياسة إلى تحسين الثقافة، كان في الحسبان أني نطرح سؤال مباشرة على الإعلامي لحبيب جغام، لكن فما حديث صار بيني وبين صابر باعي وهالة الذوادي على أساسه قررت تغيير في دليل البرنامج، وأتمسك الآن أني نسمع عجائب يا دنيا عجائب وغرائب يا دنيا غرائب مع نقال الرحاب. فما حتى مشكل. وليد الحلاني مرحبا بيك كل هيا سيدي عجايب يا دنيا عجايب وغرايب يا دنيا غرايب. هيا خويا نحن سمعناها اول مره في مطار الجزائر يا حسره، لكن نهار المبروك هيا تفضلي. عجايب يا دنيا عجايب وغرايب يا دنيا غرايب، وعجايب يا دنيا عجايب وغرايب يا دنيا غرايب، بالمال نبيعوا بعضينا واللي خدع وسكنت فينا، بالمال نبيعوا بعضينا والاختع وسكنت فينا، علاش الخوف ما يرحم خوف، علاش المسكين يبكوه، علاش الخوف ما يرحم خوف، علاش المسكين يبكوه. عجايب يا دنيا عجايب وغرايب يا دنيا عجايب. يعطيك الصحة صابر الرباعي. أدخلت تحوير على دليل البرنامج، أعود الآن إلى المسار الطبيعي للحصة. نحكيه على تحسين الثقافة لحبيب جغام بعد أن كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن تحسين السياسة وتحسين الثورة. وهنا يثور التساؤل التالي، هل هناك ثورة أصلاً ليتم تحسينها؟ من هو من له الصفة لتحسين هذه الثورة؟ هل هي الحكومة؟ هل هي المعارضة؟ هل هي رابطات حماية الثورة؟ هل هي أطراف نجهلها إلى حد الآن؟ لكن دعني أتحدث عن تحسين الثقافة. الثقافة مهددة أصلاً من المجلس التأسيسي، وحكينا على المشروع الدستور الفصل 26 اللي فيه حرية التعبير والفكر والخلق والإبداع وما إلى ذلك، والاستثناءات كبيرة ياسر حدد حتم المبدأ، يعني أنه المجلس التأسيسي يهدد الثقافة التونسية في العمق. هو الثقافة دي تشمل إبداعات مختلفة، ويبقى الفنان المبدع الموسيقي الملحن الفنان التشكيلي المسرحي الشاعر الكاتب يحمل ضمير، يعني في وجدانه ضمير الناس، ضمير المجتمع. وبالتالي في هذه الحالة باش يعبر كما يجب لابد أن يكون حرا، معناها دون وصاية دون قيود، قبل المثقفين في مختلف المجالات عانوا كثيرا من تقييد حرياتهم، من شيء من معناها تحييد الأفكار، تعمل هذه ما تعملش هذه، تقف عند الخط الأحمر هذا. في هذه الحالة وفي الوقت الحاضر لابد للفنان لابد المبدع أن يكون حر دون وصاية من أحد، حتى يعبر حتى ينطلق حتى يقول اللي في وجدانه، وبالتالي يعبر على وجدان الناس كل في مجاله. بالطبيعة السلطة تقول لك أنا قد نعطيك الإمكانيات، ولكن هي مجبورة أنها توفر المناخ الملائم باش هذا الفنان أو هذا المبدع يعبر كما يجب، وبالتالي يحمل ضمير الناس الكل. نحب نوصف الحديث على تحسين الثورة، سمعت به المصطلح هذا تحسين الثورة من الأزلام والفلول وما إلى ذلك. هالة ذوادي خرجت بنقشة حلوة هي تحسين الثقافة، نجموش نحسنوا الثقافة. وصلنا توا في تونس صابر أنه بعض الفنانين يضربوا في بعضهم، يقول لك هذاك غنى في عهد بن علي شبيه مازال موجود يغني توا، هذا هو توا اللي قاعد موجود صابر الرباعي. وأخيرا فما فنان تكروني به لطفي العميري، وأنت قلت له عيب اللي تقول فيه، يحكي على فنان مسرحي اللي عنده مسرحية بورقيبة سجين الأخير، قالش مازال يعمل توا في الساحة، كان يخدم يحكي على أيوه يعطيك الصحة على رجاء فرحات.
حكاية هذه تحسين الثقافة والفنانين هذاك غنى وهذاك غنى وعندي السي دي نتاعو وغنى قبل في عهد بن علي ودرشو ومعاش تو لازمو يغني، شنو رايك في الحكاية هذه؟ ولينا لهين نقطعوا في بعضنا، ولينا لهين زعما نستناو في بعضنا في الدورة. والأهم حاجة اللي الثقافة نتاعنا تحتاجنا فيه ما احناش قاعدين نحكيو فيه. يعني ما عادش عندنا موضوع نحكيو فيه إلا هذاك وهذايا من عمل كذا. شنو تحسين الثقافة من شنو؟ تحسين الثقافة من أزلام الفنانين أزلام العهد البيت من الفنون المبدعين شو يعني أنا نحس أنه ولينا نحطه في العصافة العجلة لروحنا. ما عادش يعني ما عادش نفكروا في البلاد، ما عادش نفكروا في ثقافة البلاد، نحكي على الثقافة، ما عادش نفكروا كيفاش باش نطلعوا، كيفاش باش نزاحموا الناس اللي قاعدة تخدم على رواحها، اللي قاعدين يعني ولينا نستوردوا، مش نستوردوا، نعملوا ديفوسكوبي. ولينا وصلنا في برامج نتاعنا اليوم نعملوا ديفوسكوبي نتاع نتاع دي بروغرام. يعني ما عادش عندنا كرياتيفيتي. اذا كان فنان او صحفي او ممثل مسرحي أخطأ في حق الناس في حق الجمهور بشكل ما بطريقة ما في خطاباته في تمجيده للنظام مثلا في أنه ما كانش صادق مع نفسه وبالتالي مع الجمهور، فالجمهور فالتوانسة هم اللي يحكموا هذا الفنان وبالتالي يحصروه في الزاوية اللي يستحقها. وإذا هو معناها مواصل مع الناس واتضح أنه كان صادق وكان بالحق ينطلق من ضميره فتمشي. مش مسألة إذا كان وإذا إذا كان يعني مش تهمة، هي إنه التونسي عاش في عصر وفي عهد استبداد وعهد الناس الكل تحت معناها شخص واحد تحكم فيه. أعطيني أي إنسان أي تونسي في البلاد ما كانش تحت إمرة السلطة اللي كانت قبل، سواء كان مثقف، سواء كان إنسان في الاقتصاد، سواء كان في السياحة، سواء كان في السياسة ولا في السياسة اللي أنتر جيميس مش سياسة يعني السياسة، وسواء كان في الإعلام، سواء كان يعني معنا نبدلوا نجيبوا شعب جديد يعني مش من الفلول. يدل على حالة البؤس الفكري ونوعية معناها الدرجة اللي دنالها الجدل في تونس بعد عامين من ثورة حققت عليها أمال كبيرة. ونشوف اليوم خيبة الأمل الأكبر لأن عجزنا كما كنت نحكي بكري على إنتاج خطاب جديد يخزر القدام. أنا نحب نسهل إذا ندرى عامين هذوما ما عيناش فيهم من السب ومن الشتم بعضنا ومن تخريب البلاد ومن تحطيمها معناها بالمعول كأن عملنا ثورة خصيصا مش نلغيه الدولة ونحطموها. هذا معناها قاعدين نعملوا في عملية معناها تحطيم لكل موقع بناء. وحتى في العهد السابق كان ثم برشا حاجات إيجابية، كان ثم حاجات سلبية ثارت ضدها العباد. شنو اللي تحقق منها اليوم؟ شو علاش ثار المواطن؟ ثار والناس البطالة اليوم عندنا بطالة مضاعفة، ثارت الجهات الفقيرة اليوم الجهات هذه أفقر وأفقر. في عامين تلهينا في اللغو، تلهينا في دق الحنك، تلهينا في سبان بعضنا. يعني ما قدمناش بالبلاد خطوة القدام. من نهارة 14 جان في 2010 كانت تونس مفخرة والعالم كامل يشيد بالشعب اللي عمل ثورة سلمية وطاح بديكتاتور بأقل الخسائر البشريه. اليوم الصوره نتاع تونس في الخارج قاعدين نشوفوها فيها، وانتم تعيشوا لبرا وتعرفوا الصوره هذه شنو هي النوعيه نتاعها. اي هلا. انا على مفهوم الحصانه والحصانه نتاع الثقافه تحسين الثوره في الجنوب يقول لك بنيه محصنه معناها لا يعتدى عليها محصنه من الاعتداء. معناها كيف نمشي في منطق تحسين الثقافه من الاعتداءات اللي صاير عليها، صاروا برشا اعتداءات على الثقافة في تونس. إيه ما كلامك صحيح. هذا يعني إيش حكيت من منطق تحسين الثقافة وتحسين الثورة. كلمة تحسين صحيحة هي أصل الكلمة الحصن قبل كي كانوا يبنوه باش باش يلزم يكون مرتفع بدرجة أنه الحصان ما ينجمش ينقز. دونك هذاك علاش يسمى حصن وتحسين. أنا نحب نعطيكم خبر ما يفرحش. نعطيكم فكرة على
المستقبل اللي يستنى في الثقافة في تونس، أنه في الموازنة الجديدة يظهر لي متاع الدولة ستكون ميزانية وزارة الثقافة قد تراجعت إلى حدود 38% يعني بشتر على ما كانت. وإحنا كانوا معناها سنوات عنا عقدة أنه ميزانية وزارة الثقافة ما وصلتش لواحد في المية من ميزانية الدولة، من اللي كان مطلبنا أن توصل لواحد في المية اليوم هبطت 38%. نفهموا شوية الظروف الصعيبة نتاع البلاد، نفهموا ربما حالة الإفلاس اللي تتهدد في البلاد إذا باش نكملوا في المسار هذايا، ومعناها في غياب استثمارات وفي غياب معناها لا 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 أي تحرك معناها اقتصادي نجم يخرجنا من الأزمة هذه. وأكثر من هكا وليد، التصنيفات المتالية من الهيئات المالية الدولية للاقتصاد التونسي يخلي حتى مهمتنا في الاقتراض صعبة وصعبة جدا. فديما في الأزمات الثقافة هي اللي تدفع الثمن وهي اللي تدفع الفاتورة الباهظة، بالضبط كيما في الأزمات الاجتماعية كيما نشوفها في تونس الفنان هو أول إنسان يدفع الثمن. وهنا شفنا من أول الثورة لليوم أكثر معناها ناس متضرة هما معناها أهل الفن والإبداع. ماذا بينا القوانين اللي اليوم قاعدة تتسن في المجلس التأسيسي خاصة في الدستور ما تعملش كيما في مصر. مصر الدستور المصري في الفصل 44 متاعه يعني مش تقييد الحريات بطريقة معناها لا يصدقها حتى إنسان يقول يعني. إذا ثورة جات باش تحد من الحريات اللي كانت في الأصل محدودة، اش عملنا وجي مليح؟ تعرفش باش نعملوا توا وجي مليح؟ توا صابر الرباعي الفنان التونسي العربي صابر الرباعي باش يعطي الميكروفون لعبير النصراوي باش يطلب من بنت بلاده اللي تعيش في باريس وما زالت عزباء. لك علاش انا فرحان بها صابر؟ عبير هاكا كان فما حاجه هاكا تو بعد يجينا صابر وعجائب يا دنيا عجائب يغني لنا وغرايب يا دنيا غرايب. باذن الله ما تروح لفرنسا كان فرحانه. اخوك وليد ما يرحمش في الامور هذه الفايده في المباشر معنا هذا. لا عادي لا عادي والله يخالق العادة. أنا نحب نقول حاجة طبعا. أنا البلاتو هذي عجبني أنه فما تلقائية كبيرة اللي تقال يعني الكلام اللي نقولوه في الكواليس هو نفسه اللي يقولوه على الهواء. الفضل الكلام فضل كوها في البرة. هذا كان حديث بيني وبينك بعد وحدنا. حابة أنا نقول حاجة واحدة يعني ونختصر الحديث، أنه فما برشة طاقة سلبية ماشية في السب سواء من الفنانين سواء من السياسيين سواء من التوانسة الكل. علاش احنا الطاقة هذيك؟ لأنه واحد وقت اللي يتنرفز وهكا ويحب يقول حاجات خايبة وكل هذيك طاقة اللي هو ربما كان يخمم فيها يقاها طاقة كبيرة برشا، إذا ربما يوظفها حتى يقدم وحتى يأخذ بيد اللي بجنبه مش يقول له أنت عملت وأنت عملت، ما نش في وقت نحاسبه. وحتى كي باش نحكيه على اللي غنى للرؤساء والكل، الفنان يقعد فنان، أم كلثوم غنيت للرؤساء الكل، غنيت للرؤساء متاع مصر والرؤساء العرب الكل، هذا ما يمسش صراحة يعني. تقعد أم كلثوم طبعا فمش مقارنة فمش مجال للمقارنة، لكن الفنانين الكبار الكل هم غنيوا للرؤساء الكل من بعد. هل غنيوا للرؤساء فقط أو غنوا للرؤساء ولقضايا وللشعب؟ أعتقد أنه هذا هو اللي يعمل الفرق ما بين فنان وآخر يعني. هذا حتى نختم أنا الجبيلي وبن جعفر والمرزوق. أنا ما نذكرش عن الفنان نديل وبن علي ولا من جماعة بن علي وقالوا له يجي باش تغني وقال لا مبدئيا ما نجيش. هذو ما نجمش يقول لا لا حتى ما يحبش يقول يعني كانوا يتسابقوا باش يغنيوا واللي ما نجمش ولا اليوم يسب في اللي مشاو غنى. أي عبير شنو رأيك في العزابة نتاع صليحة ولا بخنوق ولا حبيت صليحة أنت اللي تحب أنت العادة طلب لك صليحة وليت راح علي وغبت وخشت فجوج الخلي رحلت علي وغابت وخشت فجوج الخلية وكابت على الجمر ذابت والأيام طالت علي تتفكرني اشتابت تتفكرني اشتابت وفي غيبتي
مخنوق بنت المحامي دعيشة ريشة بريشة وعامي في العريس وفي القعدات تعرف اللي يبدا يقدم في الحفله شي يقول بركاكه 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 اي بركاكه كمل خويا اي كمل يا علي انشيني انشيني في ساعه في ساعه اي ولا خلينا نقلب الكرسي كي شيرين اي افتح عليك اي اي ذا فويس يرحم فوك انا ما نحطش برسالة صليحة بصراحه خاطر المطربات عندكم كثير تونسي باش باش يغنيو صليحه باسكو شهلوله شهلولة لكن قتالة وحليلتك والرجالة شهلولة لكن قتالة وحليلتك والرجالة صيادة حليلي ما ترحم تكوي بالعين الذبالة صيادة حليلي ما ترحم تكوي بالعين الذبالة شهلولة لكن قتالة وحليلتك والرجالة إلى آخره. صابر باعي وعبير النصراوي في سهرة متميزة على قناة حنا بعل كالعادة هالة تتحرك بأيديها تفضل هالة شنو تحب تقول؟ أما خير نحرك نتحرك بيدي ذولي خير فما ناس تتحرك حاجة أخرى أيوة يلا حليت فيسبوكي حليت الفيسبوك متاعي جاني ميساج إن شاء الله خير يا هالة راني نحبك يا هالة راني نموت عليك يا هلا راهو عمري فيك ونعطيك عمري الامضاء صابر الربيع قلت صابر كان عينه باش يقول لي هالكلام يقوله لي في التليفون اش بيخبي في قلبه قوله لك مباشره كما قال وليد العبير العبير اذا 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 ما تحرقوا لناش هذا على الفيسبوك يا صابر تقول لي هكا معناها لا لا مش انا غلطه في هذه سي فري كو عندي مشكله توا في الفيسبوك ماكش محصنه لا ما عندكش حصانه فوالا مع الاسف الشديد انه فما شكون من المعجبين ممكن يكون معجبين من يعني لي فانز اللي هو حب ينتحل فوالا ينتحل سيف صبر عن حب عن قصد سيء عن ولا قصد اي ولا سوء نيه دائما نعرفوش ضرك الصوره نتاعك صابر هو مازال مخذالي الفاس الباج اوفيسيال طبعا خرجنا احنا ك لي زادمين الكل اللي ممكن يتصرفوا في الباج ولا هو يبعث لي فيديو يبعث لي الاخبار ويقول لهم شنو رايكم في كلمه صابر في كلمه وكل يعني فهمت معنى كانوا انا نحكي يعني قمه النرجسيه يعني تخيلني انا نحكي هكايا فما طبعا ده يعمل لي ولكن المشكله هذه مشكله كبيره مشكله انا كي جاتني فنحبك مش يقولوا لي هو دونك انا بالنسبه لي انا نحب نوجه نداء للشخص هذا انه اذا يحب يكون ادمين معنا في الصفحه الجديده نتاعي اللي هي صابر الرباعي اوفيسيال فانز مرحبا به اما مش بالطريقه هذه انا يعني ناخذ باج ويبدا سيتواصل حديثنا مع صابر الرباعي وعبير النصراوي في قناه حنا بعل وفي برنامج وين زاد فما موقع 5000 مشترك 5000 مشترك بصورتي وقاعد يحمل فيها في مواقف سياسيه يحط فيها في مشاكل مع الناس والمواقف اللي يحط فيها والشيء اللي يكتب فيه ما يشبهليش ومانيش انا اضطريت عملت موقع مؤخرا باش نقول للناس راهو هذاك مانيش انا فما برشا ما صدقونيش باش الموقع نتاعك تو خويا تو الموقع اللي فيه الصوره نتاع الكتاب تاع كوليسترول لكن الموقع نجم ياخذ التصويره ياخذها ويعاود لا اللي فيه 5000 واش هذاك ماهوش نتاعي خاطر عملت لي برشا مشاكل معناها تصور في خويا خويا صديق مع صديقه لا صديق ما قابلتوش عندي 4 سنين تقريبا تقابلنا اهلا وين خلي عاد احنا هنا اصحاب
ديما نتكلم. قلت له فين؟ قال لي في الفيسبوك. قلت له ما في باليش انا ما عنديش فيسبوك. قال لي عجبت تصورك. قلت له عاد شبيه. سيتواصل حديثنا مع الفنان التونسي العربي النجم صابر باعي والنجمة التونسية في انتظار ان شاء الله نعاونها في انتاج ان شاء الله وتولي رائد على المستوى العربي. عبير النصراوي على قناة حنا بعد. شدوا لا سي غزرتي وغزرت لها واللي في القلب. شدوا أحزمتكم. يمكن ستكون هناك مفاجآت وكواليس وأسرار ستبث لأول مرة ويمكن أن يكون هناك تصريحات صادرة عن النجم التونسي العربي الحاضر أخيرا في The Voice. لا تغادروا مقاعدكم ولا تغيروا المحطة. تابعونا على قناة حنا بعد. على التوالي وللمرة الرابعة على قناة حنا بعل اربح شقة مفروشة من ديار بن محمود. ابعث دار 4 على رقم الاسماس 87 97 87 أو عن طريق الموزع الصوتي 88 40 16 16 وشارك في عملية السحب. المسابقة حصرياً على قناة حنا بعل والفائز أكيد واحد منكم. مع قناة حنا بعل غير إيقاع حياتك. مرحبا بكم من جديد على قناة حنا بعل. معنا صابر باعي وعبير النصراوي. صابر باعي في درتشة معاه بدأ يغني جميل وسمر جميل وسمر ومحلى صوته. إن شاء الله يمكن في أو وسط الحلقة نسمع جميل وسمر مع وليد زرعمي. يفوتك حتى شيء الرحمة لك. أقول لكم في كلام غلط. به تو تعرفش مش نحكيه على The Voice. قعدنا لمدة أسابيع ونحن مع صابر باعي مع كاظم الساهر مع شيرين مع عاصي الحلاني وصرنا كل على شاشة الام بي سي. حبينا وشجعنا ولد بلادنا وشجعنا يسرى محنوش بعد نفات الأمور الكل كما شفتوا في حلقة الأسبوع الفارط. هالة ذوادي نزلت إلى شارع التونسي وسألت عملت The Voice ومن هو The Voice؟ هل هو صابر باعي؟ هل هي شيرين؟ هل هو عاصي الحلاني؟ أم هو كاظم الساهر؟ لاحظ وشاهد بأنامل ذهبية رقيقة لسامي يزقاب وفكرة جهنمية لهالة الذوادي. الفقر المصور بعد نرجع البلاتو. أوكي. بين صابر وشيرين وعاصي وكاظم شكون ذا فويس؟ بالنسبة لي أنا أكيد شيرين. صوتك بيضحك. شيرين كذا أنت كذا. كون ذا فايس. شيرين. شيرين شنو؟ شيرين. قول ذا فايس. ذا فايس. عاصي الحليني حاولي نختاروا ذا فايس. المهم اللي بدك تحلمي فيه كل يوم وأنا الحلم لا يطلع. عاسي هو ذا فويس. لا سلطة في الحب تعلو سلطتي في الرأي ورأيي والخيار وخيار. عاسي الحلاني تستاهلي أحلى وسامة على المانغلا. صابر رباعي ذا فويس. بالنسبة لي يا كادم هو ذا فويس. ميرسي. صابر باعي هو ذا فويس. يا حبيبي كادم ذا فويس. حرام عليك. والله حرام عليك. شو هذا؟ صابر رباعي ذا فويس. صابر ذا فويس. انت هايله. تونزو كان دوت كاف. صابر ذا فويس. صابر رباعي ذا فويس. ذا فويس صابر جيماجين. البحر لا يبعدك عني يسوي القلب عبار. كاظم الساهر ذا فويس. المعلم كاظم الساهر. انا اليوم نعمل مشكله اذا ما تجيش عندي انا. كاظم ذا فويس. اختار كاظم ذا فويس. صابر رباعي وين نختاره ما تبش كون ذا فويس. ما يفوز على القيصر الا وجمعوا كل العالم. كاظم الفيت اللي اختارته يسرى بالاربعه اللي داروا لها هو كاظم. كاظم الساهر انا ما كنتش نعرفه عن قرب. اكتشفته انسان راقي جدا انسان حساس انسان قريب. اذا كان نقارنوا بين معناه ان مجموعه المدربين كاظم الساهر. كاظم الساهر. كاظم الساهر مش عارف شنو اللي كان
عطلني على الموضوع. نحبه برشا كاظم الساهر، يعجبني يعني كفنان، مع اني زاد نحب صابر الرباعي كفنان لانه تونسي. واني احبك لكن اخاف التعلق فيك، التوحد فيك، التورط فيك. بين صابر الرباعي وكاظم الساهر وعاصي الحلاني وشيرين، شكون ذا فويس؟ انت ما تصورش صابر كاظم، تعرف كيفاش بلا مجامله هي ذا فويس. بلا مجاملة هو The Voice، هكذا صرحت علنا الزميلة ياسمين بن سعد لهالة الذوادي. فئة كبيرة من جمهور التونسي اختاروا صابر الرباعي ك The Voice اعتمادا على مشاركته المتميزة وحضوره في برنامج The Voice. آه يا سي صابر، توا بعد نفاة البرنامج وشفنا هيك الهالة الإعلامية الكبيرة والهالة الإشهارية والتوانسة الكل يتابعوا فيكم، وكانت والهالة الذوادي الكبيرة وكانت والهالة الذوادي وكان فما نسبة وكان فما نسبة مشاهدة قياسية للام بي سي معنا في كل البلدان العربية. سيدي عربي كما تعرفوا بعد ما يتفرج واحد وكل يبدا يلقط، توا انا مش نبدا نلقط، باش نحكي لك الراي العام التونسي الاغلبيه نتاعو اش يحكيو. نبداو مثلا بحكايه العقود اللي ابرمتوهم مع الام بي سي، صارت عديده تسريبات على العقود نتاع الام بي سي، وقالوا اللي كاظم الساهر اشترط مبلغ ارفع من صابر الرباعي، وصارت فما في الكواليس مفاوضات سريه بين مدير اعمالك ومدير اعماله، هذا كلام تقال في الشارع التونسي، كل واحد يحب الكاشي نتاعو اكثر. هوني يمشي كل منطلق نتاعي للسؤال، كيف ولماذا قبل صابر الرباعي المشاركه في برنامج؟ ولو انه الناس تقول لك السماء تسعى لكل النجوم، لكن ديما زوز نجوم ما يحبوش يشاركوا في نفس البرنامج، كل فنان يحب يكون يحضر وحده في حفله ولا يعمل وحده عرض وما الى ذلك. هل انه لاسباب فنيه؟ لدواعي ماديه؟ وهل تقبل مثلا في اطار نفس السؤال انك مثلا تكون في لجنه تحكيم انت ستار على قناه حنبال من خلال ديمانش انيبال مع حسن بن احمد وكل؟ هذا انت هذا السؤال تو اي انا يعني اعطينا سيدي حكايه العقود، صارت مفاوضات وضغوطات وكل لا 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 ما فماش منها. اي قول لي ما فماش هكا تو احنا نبروا في بلاد زاد حتى التنبير غاديك البرا، خلينا هنا برك هذا ما فماش منه. علاش قبلت وهل تقبل باش تشارك مثلا في انتي ستار ولا اي برنامج؟ علاش قبلت؟ لانه حسيت انه البرنامج هذا يحكي يعني حسيت نفسي داخله، لانه انا مش لجنه حكم بقدر ما انا مدرب، نحب كلنا اتفقنا على نفس الشيء، نحب نعطي تجربتي المتواضعة للناس اللي المواهب الجديدة. وفكرة البرنامج طبعا هي فكرة عالمية جدا، الإمكانيات اللي محطوطة حاجة مهولة برشا، الناس تخدم من شهور ومن كذا، دونك فما برشا عوامل خلتني ان نشارك نوافق على الفكره نتاع البرنامج. المبدا المشاركه النجوم اللي كانوا معنا يخدموا عندهم برشا، عملوش روبورتاج كيفي اي تكلم خليني نكمل. النجوم اللي موجودين نجوم من الصف الاول، نجوم تضيف، النجوم عندها كريديبيليتي يعني ناس تصدقها بلا الناس تصدقهم، الفكره نتاعو كلها يعني فيها مراحل، فيها منافسة بيننا احنا كمدربين ومنافسة ما بين المواهب، وهذه الحاجة الجديدة، مش اللي قاعدين مثلا نعطي انت غنيت اليوم بالقداء وانت البارح ما غنيتش بالقداء ونخلي التصويت، لا الشواء انا ناخده، المسؤولية انا ناخذها، يعني النهار اخر التاريخ مش يحكم علينا، يوم الايام طلع الصوت مراد البوريكي في قناة كذا من المغرب انه وطلع الصوت يستحق انه يكون The Voice، مع انه الاصوات اللي كانت معه كان اي واحد منهم يستحق The Voice، سواء كانت يسرى ولا قصي ولا فريد، مع شويه اختلاف في النمط، كل واحد عنده نمط يغني فيه، مي كلهم انا نعتبر انه الاصوات اللي شاركت في The Voice هي براتيكمون الغرب الصحيحة اللي صارت، وكلهم يستحقوا انه يكونوا احلى الاصوات، يعني كانوا اصوات كانوا مجمعين الناس الكل انه برنامج ذا فويس اعطانا اصوات حلوه.
عبير النصراوي شفتوا ذا فويس؟ شفت بعض الحلقات الحقيقه ما تابعتش، ما كنتش منتظمه. تو باش نسمح لك نتنازل شويه على القياده باعتبارك اعلاميه في فرنسا، انك تسال سؤال لصابر باعي على اتصاله في سياق حضوره في برنامج ذا فويس. شنو هو السؤال اللي تتصور تطرحه على صابر الرباعي؟ بعض الكواليس ولا الخفايا، وشنو اللي صار في الكواليس؟ فماشي لعيب، فماشي ممارسات، تعملي في فخ انت لا قاعد نعطيك السؤال، نعطيك السؤال بطريقه غير مباشره. تقول له مثلا انا تو في الاستوديو وعندي زاد ضيف لطفي العماري نحب يسال سؤال صابر. نجم انا نسكر اللعبه حتى حد مشغل عندي مجموعة من الضيوف يحبوا يطرحوا عليك برشا أسئلة صابر. تفضل عبير. أنا اللي ربما هكا عندي شوية فضول، ما نعرفش مثلا تجربة كيف ما هذه، أنت كفنان أو كصوت أو كنجم، شو اللي تضيف لك؟ هل تضيف لك من جانب إنساني أو تضيف لك من جانب فني مثلا فني؟ ما نعرفش شهرة، يعني الشهرة الشهرة ما شاء الله عليك مش محتاج شهرة. برشو اللي ضافت لي هذه حاجتين مهمين، أنه جيل صغير من 10 ل 15 و 17 سنة اللي ما كانش يعرف صابر ولا يعرف من خلال ذا فويس، حتى الصغار الصغار يعرفوا ذا فويس وفراولة وأسرة والناس الكل يعرفوهم، دونك متابعين، حتى اللي ما يعرفكش صار يعرفك. اثنين، اكتشفت نفسي في حاجات، خليت الناس يكتشفوا صابر بعيد على المسرح وبعيد على السي دي والاغاني وكذا. فالوجهه الاخرى او الوجه الاخر لصابر اللي العادي اللي هو يتصرف كل تلقائيه، اللي هو يعني يتحمس للحاجه، يتنرفز، يضحك، يلعب، انا هذاك انا على طبيعتي. فالناس برشا ناس حتى اللي ما كانش يحب صابر على الاقل فنو، على الاقل يقول لك والله انسان هذا مثلا عجبني كيفاش يتصرف كيفاش، ولقيت برشا برشا معناها في سواء في التويتر ولا في الفيسبوك برشا شكر، مش شكر، اشاده، اكتشاف، يعني احنا اكتشفناك والله ما كناش نصوروك هكا ولا كذا ولا كذا، سي سور فما نحبوك مثلا تكون كذا، فما اكيد يعني فما النقد الحلو، فما النقد المحترم، فما الناس اللي تتبعك. لكن اجمالا حسيت نفسي في البرنامج، حسيت نفسي عطيت حاجه اخرى وحليت باب الاعلامي يعني. لحبيب شغامو سؤال مباشر. صابر رباعي بقطع نظر صابر رباعي على الكواليس والمشاكل ربما اللي صارت والاغراءات والاغراءات من انا نوع الماديه معناها فسر كما تحب. بالنسبه لي للقناه لهذا الصوت او ذاك يطلع هذا ما يطيح هذا كذا، يعني مانيش باش نحكي في الموضوع هذا، تصويت مانيش باش نحكي في الموضوع، ما تدخلش في اللعبه هذه. على كل المهم انه البرنامج القناه تسعى انها تربح بالطبيعه، بالتاكيد تشع اكثر، الجمهور العربي مش في حاجه لاصوات جديده، تبارك الله موجوده الاصوات، ولكن ما فيها باس انه يطلعوا اصوات اكتشافات اخرى. باش ننطلق سؤالي يتركز على ما يعني بعد الحلقه الاخيره، بعد النتيجه النهائيه، برز ولا هما الاربع اصوات برزوا معناها يعتبر تتويج لهم، ولكن كان فما فايز الاول هو الفايز هذاك، شنو هي المتابعه اللي باش تصير من بعد؟ اوكي، صابر رباعي كنجم وك من المدربين في البرنامج، توقفت المهمه نتاعك عند نهايه الحلقه الاخيره والا مطلوب منك من اداره القناه انك تواصل بشكل لا. او باخر اجتهاد هذاك اجتهاد اوبسيون يعني. أنا مثلا في حفلة في راس السنة في لبنان باش نطلع معايا قصي، لأنه سمعنا بها الحكاية هذه صحيحة؟ باش يطلع معايا ريكومبونس اللي هو حتى الناس حتى هو يكتشف حاله، حتى هو يحس أنه بدا يمشي، فما رعاية على الأقل مني أكيد من بو، لأنه هو فنان كبير ومعروف حاتم العراقي، دونك يلقى دعم. يسرى سيسور فما وعد مثلا من كاظم أنه في تعامل، مراد نفس الشيء باش يطلع مع عاصي في حفل، يذل لي حفل من حفلات نتاع انا باختياركم انت مش الزام. لا 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 مش الزام. علاش وليد طرحت السؤال هذا؟ لانه شفنا في برشا برامج من هذا النوع يبرزوا مطربين ينجحوا ياخذوا الاوسكار ولا ياخذوا المرتبه النجم الاول او الفائز الاول ويختفي اجتهاد. تابعوني بالقداء، تابعوني بالقداء، توا باش ناخذ هذا الذوادي في سؤال صابر باهي، بعد نمشي طول الفقره المصوره، بعد نسال لطفي العماري، مازلنا في اطار ذا فويس. تفضل. هذا زوز أسئلة صابر. السؤال الأول، أنت قلت
قلت صغار ولا يعرفوني، صغار اللي ما كانوش ربما يعرفوا ولا يسمعوا بصبر رباعي فاقوا بصبر رباعي واكتشفوه وعرفوه وحبوه. وي ما تخافش، ما تخافش انهم ما تخافش انك ربحت الصغار وربما تكون خسرت بعض من الكبار. علاش؟ علاش؟ فما ناس معينه تقول صابر، سامحني في الكلمه، فريفته كان في البرنامج. اي اي تفرفط برشا. وقت اللي كان كاظم الساهر ايغال الويمام كاظم، صابر تفرفط شويه في البرنامج. ما تخافش انك تكون ربما ربحت صغار وخسرت شويه كبار. سؤال. اي اوكي. هذا الاول. اوكي. نجاوبك ولا ما نجاوبش؟ لا نخليه بعد. نخليه يروح فيه معاك. تفضل صابر. جواب. وشنو السؤال بربي يسأل؟ نعم، بالنسبة لي أنا أولاً عمري ما نفكر باش نتصرف نهز يدي ولا نمشي إذا فكرت تولي ماشي طبيعية مثلاً. احتمال أنه الناس الكل ما مش الناس الكل باش يتفقوا على 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 تصرفات إنسان قاعد نجم ولا كان أي إنسان عادي يعني قاعد على كرسي أو في مسؤولية أو في مهمة ما، ممكن مش الناس الكل مش نلقى الإجماع على أنه الناس كل معايا في الفكرة. مش نخسر، ممكن ما عجبهمش، معنى إزيتي نوتر، أما ما يظن يظهر لي مش ما نوصلش أنه آه صابر معاش مش نسمع لأنه قام الكرسي وعمل هكا وهلل وكذا، يعني ما نوصلوش للدرجة هذه. لأنه إذا الإنسان إذا يوصل للدرجة هذه من التقييم السطحي لإنسان قاعد يقوم بمهمة ويحاول أنه يقوم بمهمة ويتصرف بعفويته بتلقائية ويحكم على ويحط في الميزان فن وتاريخ واسم ويقول لا ما أنا ما عادش نسمع على خطر بصراحة قاعد يجري هو وعاصي يطلع الفراولة مثلا وقت قام يبكي. الانيماسيون في السيغسان إذا ما تكونش معناها مفتعلة. مي أنا جو بونس اللي أني تصرفت، راني أنا نتصرف تلقائية، راني أنا نتصرف. سؤالي واحدة صغيرة سامحني. صابر صابر وكاظم، شوف ما نخرجش كومباريزون. لا كاظم، شوف كاظم انسان شوية شخصيته شوية. احنا حاولنا نجبدوه لينا وجبدناه شويه لينا لانه شخصيته يعني انسان ياسر محترم وانسان مش معناه احنا مش محترمين جدي. لا انسان ياسر بصراحه جدي صح رومانسي ورقيق جدي ولكن اكيد عنده اوراق وكل واحد عنده اوراق وكل واحد عنده وقتاش هو يحب يعمل، ولكن هو عطى نفس للصوره ونفس للبرنامج في شكل الجلسه نتاعو. شيرين في شكل المداخلات نتاعها والشقاوه نتاعها الانثويه و انا نفس الشيء. انا وعاصي ممكن كنا انا وعاصي اكثر يعني متفقين وانا نصحاب بالقد هذا، دونك فما برشا حاجات صارت. مي سوسي ديك حتى العمر زاد كيف يعني خونا الكبير يعني بالنهايه كاظم يعني حتى الحركه محسوبه عنده لانه تقصد كبير عمر ولا كبير عمر؟ عمر يعني بعيد علينا في العمر. يقول لك معنا واحد يلزم يحسب حركاته، يحسب كلامه، يحسب وهذا اكبر منكم كاظم ولا ينجم يكون طبعا اكثر اكبر منا، هو سبقنا في الفن واكبر منا. صابر نهار ثلاثة اللي فات في مطار قبل نكمل السؤال اللي قلت هذا تشوفوا السؤال شنو برا هذا بعد تصير حكايه اخرى هذاك علاش نحكي في حكايه اخرى. السؤال الثاني صابر، ذا فويس الاصوات بديتوا بهم الثنيه الصحيحه، اكتشاف اصوات وسمعنا ترب وسمعنا كل شيء. يظهر لي باش توفيو بهم في ثنيه خايبه. عليه انت اول حاجه قلت باش تعملها القصي باش طلعوا معاك في ريستورون في كباري. لا مش ريستورون، عايش في كمان هذا في حفله نتاع راس العام. حفله راس العام شو؟ حفله نتاع واحد نتاع لا سامحني صابر، حفله راس العام يطلع لها اي واحد. لا شوفي ديزولي ينجم فما حفلات نتاع فما حفلات نتاع 50 دينار فما حفلات نتاع 50 دينار مش مشكله. فما حفلات نتاع غنيين احنا من جنب الناس متسكي وفما حفلات نتاع صغيره ايه على قدهم هكا كفتاشي ايه. انا قصي وقت يطلع يشوف
يغني في جمهور صابر ولا جمهور عاصي ولا جمهور كذا، يعني ايش معناه؟ يعني هذا مكسب لي هو، مش معناه انه مش يقولوا له يهبطوا هما معروف فما معروف فما ظروف معينه فما صبر. فما مستوى معين من الحفلات صابر. جماهير المطاعم معروفين، جماهير نتاع كمية سامحني في الكلمه اونتر جيومي بي. الحاجه الثانيه هنا دي باسي دقيقه صابر قديمه ياسر الحكايه دي راهو. تمنيت انه قصي يطلع معاك في مهرجان كرتاش. علاش ما يطلعش باهي؟ شكون قال يطلع معاك في مهرجان؟ دقيقه في حفله اول حفله جاتنا الحفله نتاع راس العام، نقول له استنى اقعد ستاند باي حتى نطلعك في مهرجان كرتاش. طلعوا في كرتاش والله حتى نطلع انا حتى يطلع وانا حبيت نعمل ملاحظه صغيره وتعديه مي سي ان اوكازيون انو تغاتي لي هو مش معناها حتش بيه. بالعكس حفله راس العام خليه يطلع يشوف يشوف الناس. يعني معناها الجماعه اللي مش يجيو يحضروني في راس العام نتاع ما عندهمش مستوى. بابا انت قلتي معناها اغنياء وناس تدفع 500 و600 دولار الكرسي، معناها ناس محترمه مش ناس صابر. نهار الثلاثه اللي فات ثم ناس تلوح في الفلوس يا صابر، خليهم ما نهمش فيهم. انا بالنسبه لي تلوح في الفلوس مستوى على حفلتي مستوى حفلتي والفلوس هبط عليه مستوى حفلتي مستوى فني مستوى فني في مكان خمس نجوم فاكثر وفي حصاله كبيره تسعه كذا، يعني فما مستوى معين وفما ناس اكيد انه ما تنجمش تغني غير ما تنجمش توصل تغني في المكان الامكان هذا تغني في بلايص اخرين. صابر فنانتنا التونسيه يسرى محنوش نهار الثلاثه اللي فات جات لتونس، هبطت في مطار تونس قرطاج في مطار الحجيج، وماذا بينا نشكر المسؤولين اللي سهلوا الامور للتصوير لفريق برنامج بلا مجامله. هبطت يسرى محنوش في المطار، نحب نقول لك شنو اللي صار. انه سي حبيب محنوش بوها كان طالب انه يحضر رئيس الحكومه، رئيس المجلس التاسيسي ورئيس الدوله، طالب انه اعضاء المجلس التاسيسي يستقبلوها تحت قبه المجلس التاسيسي، حب يكون بالحق حب يكون. قال بنتي اللي عملته هي ما عملتوش السياحه وزاره السياحه لتونس، لمعت صوره تونس على المستوى العربي وما الى ذلك، وكان عنده طلبات بالجمله. نشوفوا لحظه وصول يسرى محنوش الى مطار تونس قرطاج الدولي الثلاثاء الفارط، وهل هنو فما استقبال شعبي رسمي ولا استقبال عائلي وعادي فقط؟ ثم ساوجه سؤال مباشره للاعلامي لطفي العميري، نشاهد ثم نعود. يسرى انت ذا فويس، انا نحبك ونموت عليك برشا 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 برشا، تونس كامله تحبك بالحق، انت فخر لينا، هزيت لنا روسنا، شرفتنا، انت ذا فويس، انت سيد فنانا اللي نحبوه برشا صابر باعي، حاجه معناتها كبيره برشا ومشرفتنا واحنا نحبوه وموتوا عليه. انا صابر نحبه برشا، والقيصر القيصر معناها ما نجمش نغلب شعبيته زاده كيف كيف. الفوم يا يضحك والعيون غضابة،
روشان أمان 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 ولا توحشتها ولا لحظات وصول الفنانة التونسية يسرى محنوش بعد مشاركتها المتميزة وتألقها في برنامج The Voice على شاشة لام بي سي، وصولها بحضور وجوه إعلامية وجوه فنية جاءت المطار تونس قرطاج الدولي للترحيب بالفنانة التونسية الشابة يسرى محنوش. لطفي الجمعة اللي فات كي صورنا البرنامج كنا في ربط مباشر مع منزل الحبيب محنوش الشاعر الغنائي اللي نحيوه بو يسرى. سي الحبيب عمل كل ما في وسعه، أقام الدنيا ولم يقعدها، وكان طالب كما قلت في تقديمي بحضور رئيس الدولة، رئيس مجلس التأسيسي، رئيس الوزراء، وكان طالب بحضور واستدعاء يسرى من طرف أعضاء المجلس التأسيسي باش تقول كلمة أمام أعضاء المجلس التأسيسي، وطالب بعديد الطلبات واعتبرها نجمة فوق العادة وسفيرة فوق العادة، ووجه أصابع الاتهام إلى الحكومة مباشرة، قال الحكومة التونسية ما عاونتنيش، وقال قارنوا بين اللي صار في المغرب اللي الملك محمد السادس 4 شركات اتصالات وضعهم على ذمة الجمهور المغربي للتصويت لفائدة مراد البوريكي، والملك محمد السادس هو اللي خلص شركة الاتصالات، وشفنا حتى هلا حضرتنا في الفقرة المصورة كيفاش طريقة استقبال مراد بوريكي حطوه بصفة رمزية على كرسي العرش. هل تجاوز حدود الحبيب محنوش لما طالب ب تحذيرات وترتيبات رسمية وبدعم رئاسي حكومي تأسيسي؟ والله هو من حقه باش يطلب اللي حب. حتى أنه يجي أوباما يستقبله، لأنه درجة تعاملك مع الفنان يعطيك كيفاش البلاد نظام السلطة تخزر للفن وللفنان. لكن هل أنه الظرف اليوم اللي تعيش فيه في تونس يسمح بهذا الطرف؟ أنا سيت لوكس كون نو بو با سو بيرميتر اجوردي. ربما كان مشاو جماعة المجلس التأسيسي راهم قالوا لهم خلينا الدستور وماشي تستقبلوا في فنانة وبصر شنو وبصر شنو، وحنا التوانسة تو قاعدين نصيدوا في بعضنا. مش وقت كيما بوليس تاع سيركيلاسيون يشوفك يوقفك، يعني عمره ما يوقفك بوليس سيركيلاسيون باش يقول لك برافو تي كوندوي بيان، إذا وقفك راهو باش على الغلط. أنا يظهر لي كان ينجم يكون موجود سيد وزير الثقافة. المينيمم. هو اللي يمثل الثقافة في تونس. البنية هذه فنانة، الناس كلها فما إجماع في تونس على أنها طاقة صوتية كبيرة برشا، تنجم يكون عندها مستقبل ليس في تونس بحسب حتى في الوطن العربي، وتكون هي الصيغة المؤنثة لصابر الرباعي. علاش لا؟ لأنه بلادنا برشا أصوات، لكن ماناش قاعدين نصدر وقاعدين نستوردوا، وهك ترى كل عام معناها مهرجانات الدولية يأثوها الأسماء من لبنان ومن مصر وغيرها اللي نعرفوهم ما يفوقوش لبنان ولولادنا في الإمكانيات الصوتية نتاعهم. لكن اليوم نحس وزادة اللي أنها استقبلها الوزير ولا استقبلهاش الوزير، أنا رأي الفنان يلزم قبل ما يكون موهبة يكون شخصية. لأنه نعرف اليوم في تونس برشا أصوات طلعت وبعد اختفت، لأنه الموهبة ما كانتش مسنودة برصيد ذهني وفكري ونفسي يخلي الفنان معناها عامل برنامج في حياته لابد أن يطبقه مهما تكون العثرات والأنواع والعكسيات اللي تعرضه في حياته. وهذاك علاش ربما نجح صابر وما نشهدش أصوات أخرى في أنها تطلع معناها للعالم العربي بصفة عامة، لأنه ثقافة الفنان وقوة الشخصية نتاعو هامة وهامة جدا، خاصة الناس هذوما اللي تخرجوا من البرامج هذية، لأنه نعرف البرامج هذية يعني فيها شوية عقلية الفاست فود، سلاح ذو حد اي فيها عقلية الفاست فود، يعني أنه أنا شركة إنتاج تلفزية نعمل برنامج بالإبهار هذية كل بالإمكانيات هذية كل هذية فلوس كبيرة ياسر تتصرف فيها، دونك الوقت مهم جدا. شنو هو المشكل اللي يصير؟ اللي يصير أنه النجوم هذوما معناها يتولدوا هما نجوم ومن بعد يبدوا يخدموا. بار كونتر صابر الرباعي وكاظم الساهر وغيره يبداو يخدموا ومن بعد تجي الشهرة. فهذه المأساة اللي يعيشها الشباب اللي يتخرج، انه يبدا طول بالشهرة ومن بعد ما يعرفش كيفاش يكمل وكيفاش يواصل وكيفاش يستثمرها. وهذاك علاش ربما الصيغة نتاع مدرب
ولاعب في البرنامج ما عجبتنيش برشا، لأنه إسقاط ثقافة الكرة على برنامج موسيقي ما نملوش برشا، لأنه وقتها نتعاملوا معهم كأنه ملاعبي تعصروا فك الخمسة ولا عشر سنين ومن بعد ترميه كعبة القارس. اليوم نشوف فيها الشيء هذا موجود، نعرفوا برشا أسماء تونسية تخرجت وفازت لا وجود لها تقريبا، لأنه البلاد متاعنا ما فيهاش شركات الإنتاج وما فماش سوق وما فماش إعلام عربي. ما عندناش اليوم الاعلام تاعنا ما عنده حتى اشاعه على برا، تلفزيوناتنا ما تتشافش لبرا باركونتر ام بي سي تلفزه معناها ما تجيش بنت التلفزه التونسيه نشوفوها اليوم كيفاش معناها اول قناه فضائيه، وهذه معناها السر زاد لبنان اللي احنا ما نعرفوش معناها كلمه لبنان وما نعرفوش معناها لوجيني ليباني اللي يفسر انه البلاد هذه اليوم الوضع متوتر برشا في لبنان. لبنان بجنب بلد فيها حرب سوريا. وكل شيء وارد اليوم في لبنان يا فيكسا. شوفوا لبنان تعمل انجح البرامج التلفزيه، وهذا مش غريب عليها وقت تفكروا لي 15 دو غير سيفيل في لبنان وليد اهم الكتب قاعده تطبع في لبنان واهم الاصدارات في لبنان واهم الصحف في لبنان، وحتى الاصوات الكبيره تجدوا في لبنان. وقت الصباح فما الحرب، العشيه فما الحفلات وفما الاغاني، يعني يروح البلاد هو الثقافه نتاعها. ثم الثقافه مو حكايه طويله، حكايه لبنان خاطر راه يسمع لبنان صابر لبنان هك الاربعه من الناس اللي فيها، لكن لبنان موجوده في العالم اجمع. صحيح. واللبنانيين مسيطرين في العالم اجمع. صحيح. من افريقيا لاستراليا لامريكا حتى لفرنسا باريس تمشي فيها هي تلقى لافري بيروت. صحيح. بيروت حقيقيه. صحيح. المال والنفوذ والسياسه موجوده في باريس. وقت اللي مات الحريري في بيروت اهتزت باريس اكثر مما اهتزت بيروت. لانه الثقل المالي نتاع العائد الحريري والجروب الحريري الكل يأثر في الاقتصاد الفرنساوي أكثر من اللي يأثر في الاقتصاد اللبناني. دونك هذه حكاية لبنان حكاية طويلة معنا. أما إحنا التوانسة اليوم باش نجموا نستفادوا من الشيء هذا، نبعثوا شباب يغني سيبيان توس كونتون البنايه تبارك الله عليها، وانا متاكد اللي باش مع صابر ومع نبعثوا. فما كلمه نبعثوا هذه مش نبعثوا، هذه اجتهاد خاص. واجتهاد خاص منهم هم اجتهاد خاص. واحنا ما نبعثوش معناها. اما خليها انا اذا من وقت قبل تبعث الاسبوع الثقافي للسابع من نوفمبر هكا هذيك وقت تبعث. انا باش نروح يضيف عند البرنامج تاع عبير وزيد 30 ثانيه اخرى نقول فيهم اللي راهو يلزمها تفهم وحبيب حبيب محنوش يفهم، راهي ذي علاقه بين السياسه والفنان في الدول الناميه اللي كيف نحن، واللي الفنان مازال ما عندوش حتى اعتبار والتو حتى صفته مش موجوده في بطاقه التعريف، عاديه او عاديه جدا، لكن يبقى الفنان فنان ويبقى السياسي سياسي. واليوم ما تلقى حتى سياسي كيجي لتونس نستقبلوه في المطار ونمدوا له النوار، ما تلقى حتى سياسي يمشي له مواطن ويقول له اعطيني الاوتوغراف نتاعك، بار كونتر يمشي لصابر ويمشي لعبير ويمشي لها هي. ايش نقول علاش وقت اللي جاء وسام الملول يجاب ميداي دور مشى رئيس الدوله استقبله، وعلاش وقت الحبيبه الغريبي جت الثانيه هاي هذه جت الثانيه وثم استقبال كبير ومشى لها وزير الشباب والرياضه واعطاوها فلوس وعاونوها. ماذا بينا نبدلوا مع الثوره هذه خزرتنا للفن وخزرتنا للابداع وخزرتنا للفنانين، لانه الموجود واللي ورثناه علاقه احتقار السياسي يحتقر الفنان والفنان يحتقر السياسي، لابد ان نتخلصوا من العقليه هذه. نكمل على كلامك، النجاح مش شخصي مش خاص، النجاح مش نجاح يسرى فقط ولا نجاح صابر ولا نجاح لطفي ولا نجاح التونس الثقافة التونسية. يعني أنا اليوم كي تقول لي فلان أخذ ميداي أو نون دو لا تونيزي هكا ولا لا، حبيبة الغريبي نفس الشيء اسم تونس، هي مش نجاحها هي نجاح تونس. والأهم من هذا كل أنها فنانة امرأة. فوالا نحكي اليوم على فنانة امرأة تبدع، الحكاية على المرأة تولي عندها أبعاد أخرى، والناس الكل نعرفوا اللي أول إنسان استهدفته القوات الظلامية في تونس هو الفنان، والأكثر من هكاك خاصة هي الفنانة المرأة. أنه السلطة ما يمثلها حتى حد في المطار، أنا بصراحة موقف من يفرحنيش إذا كان باش ما نقولش يخوفني. نحب نحكي مع عبير النصراوي بعد حضروا لنا هنا خلينا نبدوا شويه الجو يزينا من ياسر الكلام. نحكيو في حاجه مهمه ياسر، ما هو الغناء باهي محله، اما والله مواضيع مهمه ياسر. اي عبير يا فنانه ويا اعلاميه تونسيه نورتنا في باريس يسرى محنوش،
فما بعض الأطراف تقول اللي تنجم تغني هذا ولا تقول هذا ما جنته علي السياسة توانسة ساند وتضامنوا معها وبعثوا ديز اس ام اس البرنامج ذا فويس، لكن أكيد. يمكن الظرف السياسي الصعيب اللي عاشته تونس في الأسبوع هذاك والأسبوعين بما فيهم ولا اس ام اس غالي والمشاكل الحدودية اللي عاشتها تونس وأزمة الحليب وإضراب عام دعوا الاتحاد العام ثم تراجع وكالجو متاع الغضب والاحتقان هذا كله ما عاونش. فما تتصور أنت كإعلامية وكفنانة تونسية الجو هذايا معناها ساهم في تقليص حظوظ يسرى مش أنه التوانسة يصوتوا لها وأنها تنجح، ولا اللعبة كانت أقوى من الأمور هذه؟ الحقيقة أنا عندي نظرة أخرى بعيدة على السياسة أو حتى في قلب السياسة، قد ما الأمور تصعب قد ما الإنسان يحب يهرب من الواقع متاعه يعيش حتى ربما كل وقت البرنامج. أنا ربما منطلق أيضا أنا تجربتي أنا الشخصية وكل نتصور أنه وقت اللي واحد يمشي الخدمة يلقى الأمور مش ماشية في الشارع، الأمور مش ماشية في السياسة، الأمور مش ماشية والناس الكل تتشكى في الكار في الخدمة في التلفزة كذا، يقول لك أنه الموسيقى تعرف الموسيقى والموسيقى جميلة لأنه أغاني جميلة برشا غناوها، أنه كنا فعلا في جو طربي مش في جو، كان فما أصوات جميلة ومقتدرة، وأنا المرات القليلة اللي تفرجت فيهم فعلا كانت متعة، يعني بقيت وتفرجت ربما التزاماتي ما خلتنيش نتابع أو نكون منتظمة، لكن نتصور اللي الناس في الوقت هذاك تابعوا التوانسة ومثل ما مثلته شذا حسون وقت اللي ربحت وكل كيفاش العراق وقتها خارج مجروح تعب وربحت يعني وأخذت العلم متاع العراق، فتجمعوا كلهم على صوتها هي. ما نتصورش اللعبة هذيك اللعبة أبعد من هكية، اللعبة أنه وقت اللي ينجح مصري مثلا في برنامج هو ما أنت فما لا حاجة أخرى أبعد، وطبعا تحمل مسؤوليتي. شوف قديش من مليون وراه تونس صغيرة شوية ملايين اللي وراها يسرى، أنا نعتبر أنه ولو أنه ما نقصش يعني المغربي صوته حلو برشا. بعد نحب نرجع فقط للنقطة اللي أنتم حكيتوا عليها بالنسبة للثقافة وأنه تعطي قيمة الفنان وقيمة الثقافة بصفة عامة، أيضا ثقافة. أنا باش نقول لكم اللي نحب نقوله من منطلق تجربة شخصية، أنا ما عشتش حياتي كاملة في باريس، كنت عايشة في تونس وكنت نسافر ونمثل تونس. كنت في كل مرة يكون فما تكريم، ذكر مرة قلبي وجعني ذكرها بالكدي، مشيت من هوني كصوت تونس باش نغني أم كلثوم، تكريم أم كلثوم في معهد العالم العربي، كان فما فلسطينية وكانت الجالية الفلسطينية حاضرة لكن سفير فلسطين كان حاضر، مشيت مغربية وجاء سفير وعائلته وكانت مصرية وطبعا الهلالو يعملوه المصاروة، أنا يتيمة في معهد العالم العربي يتيمة بين ضفرين، لكن طبعا هذيك تجارب. ما عادش أنا ننتظر من السياسيين حتى شيء، وما لازمش الفنان ينتظر من السياسيين حتى شيء. يعني أنا لو تبعت كل الخيبات اللي عشتها في تونس وبرا من تونس وقد ما أنا نكرم تونس وقد ما عملت تكريم مثلا للهادي جويني، مئوية الهادي جويني حفلة كسرت الدنيا في معهد العالم العربي، الناس قاعدوا يحكيوا عليها، ما حضرش كي يكون يعني سكرتير يظهر لي من الثقافه يعطيك الصحه. ما عندكش عندنا في تونس في العامين هذوما قلت عندنا نوع من التشفي ونوع من كره بعضنا. انا نتفكر وقت اللي خرج الخبر اللي السيده راضيه النصراوي باش تاخذ مرشح البري نوبل، ناس هدد باش تهبط في مظاهرات ضدها، ونفس الشيء شو اسمها الناشطه لينا بن مهنا. يعني بصراحه خلقت عندنا ثقافه نتاع تحطيم نتاع معناها تعميم الفقر تعميم البؤس، اي انسان يبرز اضرب واعطيه. يعرضني واحد الصباح يقول لي البارح ولا تفرجت فيك فلان تشبيك ما ذبحتوش، يعني نوخه تاع زنزاره بصراحه. معناها برشا تواس اليوم مثلا واحد يوم الثوسي باش يقعد يطلب ربي يقول له شفيني، يقول له ليه يا ربي شوف كيفاش تمرضها الجماعه كل كيف. يعني تخلقت بصراحه عقليه مدمره جدا وتخوف معناها تفشي بشكل غريب. معناها انتم نجوم واكيد انكم تعيشوا فيه الشيء هذايا وتواضعكم يخليكم ما تحكيوش، اما راهو فما نوع معناها اخلاق معناها بصراحة تخوف، معناها قاعدين نشوفوا فيها في كل بقعة. يعني أنا وبعد الطوفان يا كل فقراء يا كل بطلة، إذا معناها يقف لك قدام مونتربريز يقول لك يا نخدموا الناس الكل ولا بطلة الناس الكل، ناكلوا الناس الكل ولا نجوعوا الناس الكل. وأي واحد أي نوارة تنبت في البلاد هذه
تعدوا يهزوه وياكلوا. شوفوا عندنا نواره في نواره مزيانه ياسر. تكلمت اقل واحد فيكم ارجوك. تفضل ارجوك. تفضل سي الحبيب تكلم كويس. تكلمنا خليني ما نكسرش بعضنا. تفضل سي الحبيب. فما نقطة أساسية تكلمنا فيها هو أنه الفنان المطرب مثلا أو أي واحد ما يلقاش الدعم كما كنت تحكي في معهد العالم العربي، اعتقد انه بالتجربه وبالممارسه وكل واحد ينطلق حتى من تجربته الخاصه ما يستناش الاخرين باش يعاونوه. نعم. ديما يعمل على مجهوده الخاص خاطر ما تلقاش شكون يمد لك يد المساعده ويعاونك ويوريك الثنيه وينور لك الطريق ويقول لك اعمل هذه ما تعمل. بالعكس هم اغلبيه الناس يحاولوا انه يرشدوك الى الطريق اللي ربما يؤدي الى الفشل. هذه نقطة. نقطة ثانية صابر تتعلق باللي يغنيوه الشباب في البرامج هذه وهما ينتخبوا وانتم معاهم أكيد تنصحوهم باش ينتخبوا أحلى الأغاني يختاروا متاع الفنانين سواء كانوا قدم كما كنت ترنم أنت بجميل واسمر ولا العبد الحليم ولا فريد الأطرش ولا المطربين المعروفين توا، ولكن الذائقة السائدة توا عند الجمهور العربي ما تسمعش الشيء الغناء هذا. وشكون اختار الحكايه؟ والجمهور شكون اختار؟ الجمهور شكون اختار؟ مراد بوريكي اللي غنى، انا اللي غنى القدود الحلبيه وغنى الطربي. انا نعتبر النجاح نتاع مراد ونجاح يسرى ونجاح قصي ونجاح الناس اللي قبلها لميا الزايدي ولا يعني نجاحهم انتصار للاغنيه الطربيه وانتصار للأغنية اللي هي تعتمد على الصوت. صحيح. إيه ولكن ما هيش مسموعة الأغنية هذه عند السواد الأعظم من الجماهير العربية. هاو تبعوه واختاروه السيد. فسر لي شنو هي المشكلة؟ والله ما فماش مشكلة. بالعكس لا لا مشكلة. الناس كيف يطلبوا الإذاعة مثلا ما يطلبوش الأغاني هذه. ما يطلبوش عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. شنو يطلبوا؟ انت عبد الحليم طبعا قلبك. اي سيدي اي عبير اي عبير مشكلة سيبريا اي شنو باش تختار اي يا تغني انت وتغني لي هنا سامحني والله العظيم انا سامحني انا ما تعرفناش على بعضنا فنيا انا والاخت عبير لان انا استمتعت بصوتها والله العظيم. تحبي تسمع ماذا بيا وما دورش الكرسي. لا بالعكس انا اخترت دورت الكرسي باش نختارها اي العبير اي شني في اسماء انا يا العبير باغنيه ام كلثوم مثلا ولا حاجه ولا تحب عبد الحليم ممكن تحب عبد الحليم. احنا من بكري عملنا غنيتين توينسا نرجع للمدرسة الطربية بما انه نحكي على الطرب نبقى في هذا الإطار وانا تربيت وكبرت بصوت أم كلثوم. والدي كان يحب برشا أم كلثوم ومقطع من أم كلثوم. أنا في انتظارك خليت أنا في انتظارك خليت ناري في ضلوعي وحطيت إيدي على خدي وعديت بالثانية غيابك ولا جيت أنا في انتظارك خليت أنا في انتظارك خليت ناري في ضلوعي وحطيت إيدي على خدي وعديت بالثانية غيابك ولا جيت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا نوعدك يا عبير ماكش تندم على الحب انت لاقي من حصة اليوم. حبي للفن عمري ما نندم عليه. وانا يتربجوا بيا فن زرع.
هذا هي عبير موجوده معنا خاطر ان بو سيريو ما عنديش حاسه كيما نضحك ربي خليني نقول كلمه سامحني وليد والله استمتعت يعني الخبره تغني اليوم الصوت اكيد موجود ولكن الخبره والتمرس اليوم مانيش قاعد نعمل في نرجع للذا فويس لا والحق والله سيريزمون الخبره واستمتعنا احنا انا شخصيا استمتعت بصوتك وادائك الراقي اللي هو وسلس وفيه برشا حرفنه يعني بصراحه يعني انا ما فهمتش انا علاش انا سامحني اذا ما سمعتكش من قبل بالقدام انا اي تمشي تزيد تسمع عملت لنا للعبير والله بابور زمر خش البحر اغنيه الهادي قله الله يرحم الهادي قله اغنيه ملتزمه هي غنيتها وصورت الكليب تاعها في باريس كليب لمده 6 دقائق الاماكن التصوير في باريس وبعض المشاهد من تونس هو اخراج لحميد بن عمره والكليب بطوله صالح تسكوك الكليب مازال يخرج جابته كي هبطت لتونس بنت بلادنا الحلوه العزيزه الغاليه هكا قاعد نشايف الامور لتونس دار الجمعه لاول مره يبث على قناه حنا بعد في اي وسيله اعلاميه تونسيه او عربيه مقتطفات من الكليب وبعد نرجع نحكيه في البلاتو تفضل بابور زمر خش البحر بابور زمر خش البحر عطب الظهر الأرض الوطن عز الوكر عطب الظهر الأرض الوطن عز الوكر بابور زمر خش البحر بابور زمر خش البحر عطب الظهر الأرض الوطن عز الوكر عطب الظهر الأرض الوطن عز الوكر شيح الريق عاطي بظهر الوجه الصديق عاطي بظهر الوجه الصديق قلب الرفيق وجوه الأهالي طافية صفر همو كدر همو كدر وجوه الأهالي طافية صفر همو كدر همو كدر الشعب غالي داهي الإيدي
العمر بابور زمر خاش البحر لأول مرة يبث على قناة حنا بعلو، أول مرة يبث في وسيلة إعلامية تلفزية تونسية أو عربية. هدية من عبير النصراوي، يمكن أراد في إحياء ذكرى وفاة لهادي قلة، يمكن حبت تغني على جماعة اللي حرقوا وماتوا في البحر، يمكن السؤال هذا يكون بعد من عند الحبيب جغام العبير النصراوي، باش نسمح له أنه يسأل عبير النصراوي. قبل ذلك هالة الذوادي تترصد وتتحين الفرصة لطرح سؤال على صابر الرباعي، وتعش قال لها وقت فقرة المصورة تعدى، قال يا هالة أنت ما تشم ريحة الماك لكن كيف تشيط. فيه مثل الشعبي سربه له لطفي العماري وانقضى عليه كالفريسة صابر الرباعي. حقوق تأليف. أي هالة تفضل. لا أنا طيب الماك لو نجيبها صحيحة، أنا كي شيطها غيري نهز طفي على النار، تقول انت ما تزيدش النار معناها عليك نور. اي شنو السؤال؟ لا هما ثلاثه اسئله ورا بعضهم يا ربي. لا لا بالحق خاطر هذا برنامج وحده ساعات ليله تتعدى وخير فما كاموسيون حنكمل خليني نسال باش نزيد صابر. ساعات انت تعمل حساب والجمهور يقلب لك الحساب، يقلب لك الطرح، يظهر لي انت عامل حساب في ذا فويس والجمهور قلب عليك الطرح. واضح واضحة؟ وضح وضح وضحي معناها وضحي. وكأنه صابر الرباعي ماذا بيه أنه لم يزيد تكون ذا فويس وقال بذا فويس مهما كانت النتيجة لم يزيد ذا فويس. وي وما زلت عليها الجمهور قلب لك الطرح، الجمهور في العود يختار لم يزيد يختار قصي وكان لزام على صابر الرباعي أنه يساند الكونديدا بتاعه. أكيد ما فيش شك ما فيش شك. نرجع لك بعد جاوبني بعديك. الحاجة الثانية في ذا فويس، في ذا فويس بلادك قدامك وحرفيتك وراك، قدامك يسرى محنوش التونسية يسرى محنوش وراك الحرفية متاعك، وراك اللي انت مدرب وعندك كونديدا ولازم تساندو. سايبت بلادك ونقصت على الحرفية متاعك، هذه اثنين. الحاجة الثالثة الحاجة الثالثة الحاجة الثالثة صابر شو سيبت بلادي؟ حاجة حاجة اختيارية. أنا عمري ريت برنامج في التلفزيون سيدي سألت ثلاثة أسئلة. يشبه لك قانون العزل. تعرف علاش ثلاثة أسئلة باش ما نقعدش نمشي ونجيك؟ علاش قلت خليه يجي وفرد مرة؟ حتى احنا مازلنا ندرس زي السؤال الثالث في ذا فويس تحبوا تطلعوا أصوات ولا لا لا ولا تحبوا تفكتروا على حساب الأصوات؟ اش دخلنا احنا بنرجع من التالي؟ لا لا انت فكرت، انت قلت جمهوري زاد بعد ذا فويس. شنو؟ انت قلت جمهوري زاد. شوف كل واحد يستنفع بالشيء، معناها كل واحد باش يقلبوا على شنو في الاخر. لا 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 شوف احنا عندنا مهمه ويا حبذا اذا تسر يعني ونغدو بلي العباد اللي تحبنا والجمهور اللي يحبنا هذا مرحبا به احنا نحبوا هكا احنا يعني لازمنا ننجحوا. خاطر شوف الحكايه هذه راه مش سهله، مش تدخل تقول انا مش نعمل ايميسيون وكيما تجي تجي. لا ما لازمك تحسبها مليح، لازمك تعرف وين مش تحط روحك، لازمك تعرف مع شكون باش تخدم، لازمك هذا كله تحسبه. وصلنا مرحله نتاع البروفيسيوناليزم يخليك تشم
هذا ناجح ولا مش ناجح البرنامج؟ هل يعني اسكو الناس اللي دايرين بيك باش يضيفوا لك باش تضيف لهم ولا لا؟ يعني انا اليوم موجود في بلا مجامله لانه نعرف انه باش يضيف لي، واكيد انه حضوري ممكن يضيف للبرنامج، وانا امامي الناس تعرف تحكي يعني، وفي قناه محترمه وبرنامج ناجح، دونك بور ما يلزمني نحط روحي في وين نلقى روحي بالكدا، يضيف لي ولا ما يضيفليش، هذه سولون لو كونتوني اللي انا نقدمه للناس. في مثلا في ذا فويس كيفاش اسكو يعني كنت على طبيعتي، كنت عطيت حاجات، كنت عندي خلفيه ثقافيه موسيقيه معينه، عطيت رؤيه اخرى للناس عن صابر الرباعي بعيدا عن الفن كما قلت لك، اكيد لازم نحسبها صحيح. الفوت استراتيجيك اللي عملتها في ذا فويس، لا فوت استراتيجيك لا ما نظنش انه فما فوت استراتيجيك. الجمهور اللي قلب لك حسبتك في الاختيارات؟ لا مالوغوزمون مع الاسف انه وصلنا الحلقتين الاخرانيين انه احنا ما نختارش. هذه ممكن هذه لو بوين اللي خلانا ايدينا مقصوصه كوا، جناحاتنا مقصوصه يعني ما نجموش. دونك الفوت الفوت هو اللي لعب لصالح قصي، ولو انه انا ما نوصل للاخر كان الاصوات اللي انا مقتنع بها بالنهايه. يعني سلطه المساجات. اي سلطه المساجات، ولو انه زاد كيف انا كما قلت لك يعني نحاول ان نوصل لماكسيموم احسن اصوات عندي اللي انا باش نزاحم بهم بالنهايه، صوت واحد هو اللي يبقى، سواء كان تلاميذ سواء كان قصي، سواء قصي اللي بقى يلزمني ندافع به للاخر، وهذا اللي عملته. وانا بالنسبه لي انا لاميا كانت من الاصوات اللي انا خسرتها بالتصوير. قبل ما نختم قدامك خيره في الكره كل معناها بلادي، انا فهمت شاديه بلادي قدامك، انا قدامك يسرى تونسيه اللي من المفروض انك تونسي وتساند التونسيه. هي ما اختارتنيش، هي اختارت كاظم. هي كان اختارتك يمكن مشكله. لا ابدا لا استنى ابدا، علاش مشكله؟ علاش نقول لك يا صابر كان اختارتك هي راهي مشكله ليش تكون؟ لا مشكله ليك انت، حتى لو فرضنا معناها اي كلمه باش يقولها صابر الرباعي كانت عندي لمياء جمال معايا دقيقه، اي كلمه باش يقولها صابر الرباعي على يسرى المحنوش ستحسب مش على خاطر هي صوت هايل، على خاطر تونسية. لا لأن صوت هايل، لأن صوت هايل وتوصل، ولا بروف أنه البوبليك هو اللي اختارها، مش كاظم الساهر اللي اختارها، هي وصلت ديما بالفوت، وصلت للآخر بالفوت، يعني صوتها اللي وصلها، مش أنا ولا كاظم ولا حد، احنا نحاولوا نقدموا لهم حاجات، احنا نمشيوا معاهم، اللي يحب يعمل حاجة نقولوا له لا تنحي هذايا، يعني نأطروهم في حدود المعقول، لكن يسرى صوتها اللي وصلها من غيري انا ومن غير اي حد اخر. دونك سامحني، دونك بالنسبه لي انا تحبيت، سي نورمال حبيت انه تونس هي اللي تنجح، يسرى هي اللي تنجح بالنهايه، اي انسان سواء معايا ولا سواء مع سواء مع كاظم، لكن بروفيسيونيلمون واستراتيجيكمون نحب الكانديدا نتاعي ينجح. تو باش نمشي سؤال من الاعلامي لحبيب جغام العبير النصراوي، يمكن في اتصال في سياق اختيارها لاغنيه بابور زمر خش البحر، وبعد اي وبعد سؤالك هو مش اربع اسئله، وبعد فما فقره مصوره باش نرجع باش تشوفوها في مده دقيقه و54 ثانيه، باش نسالكم اسئله قد تكون محرجه للجميع. سؤالي في علاقة مباشرة بالأصوات الجميلة، بالطبيعة أنت عبير تغني وتعملين كمذيعة مقدمة برامج في مونتي كارلو، والبرامج تعتمد على الأصوات الجميلة، إلا محل الأصوات الجميلة ديما موجودة في المذيعين ولا في المقدمين أو في المطربين، رغم كثرة الأصوات يندر أنك تلقى الأصوات الجميلة كما قبل، أنا لأنه أصبحنا توا نسمع مطربين أصواتهم خايبة، ونسمع كذلك مقدمي برامج أصواتهم خايبة أيضا. أنت كيفاش تختار أغانيك في برامجك؟ بالنسبة لأغاني على أي أساس يعني؟ على أي أساس؟ أول حاجة أنا نحاول نحافظ على مستوى يعني متاع موسيقى متاع أفكار، ربما فما نظرة جديدة أنا ولات عندي من منطلق إعلامية، أنه أنا مانيش الموجودة حتى نحكم على هذا صوته خايب أو هذه موسيقته تعجبني، يعني مش منطلق أنه تعجبني أو يعني ما تعجبني. إذا هو عنده مشروع لا أبدا، أما إذا هو عنده مشروع عنده فكرة يدافع عليها وأنا قنعني بها
يتعدى في برنامجي. بعدين هذا طبعا في حكاية نغم وما أختاره أنا في حكاية نغم. بعدين عندي كونسبت آخر اللي هو سباق الأغاني. هذا سباق الأغاني أنا ما نحكمش فيه لأنه حسب الأغاني اللي صدرت والأغاني اللي تتصدر سباق على مستوى مش يعني مستوى العالم العربي كل باعتبار أنه أحنا نبث في برشة بلدان عربية. هذا يعني حتى نجاوبك. لكن معك صحيح توا اللي يجي يغني واللي يجي يقدم برامج واللي يا عبير عبير يعطيك الصحة. أنا من الأول قلت يمكن يكون فما مشروع مع عبير ما فما مثل شعب يقول لك ما ينقب عين فلوس كان خوه كبير مش غام دار بيها وقالها صوتك جميل وأغانيك جميلة واحد قال لي في عيني حبيب ما يرحمش مدام شغام مطالبه باش تقوم مرتين قال شنو تشرب كاس ماء وانا قوم جيب كاس ماء باش تفرج كيفاش هو قاعد يقول في الغزل والشعر العبير النصراوي خليك محضر خير بعد وقت غير كل اخترت استنيتها 12 سنه من فرنسا وبعد تجي خيبه المسعى يطيروا بها الصحاح تفضل الفقره المصوره بعد انا بنحكي ستوب اللي يعملوا في العون في الكل في سينا رانا فدينا غنوشي خلا يزي كاو مرزوق ستوب خلي غيركم يخت حكم كل ميزي ستوب نهضة ستوب يزينا الحكومة يزي في البركة نهضة ستوب يزونا اللي هوات السياسة اليوم في تونس للناس كل يزي ستوب في البركة يزي في البركة تعبنا رانا فدينا قتلتونا طلعتونا رواحنا يزي في البركة ستوب يزي في البركة ولا أريت يزي يوف فا يزيونا يزي 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 ما تخدرنا يزي 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 ما تخدرنا نقول التوينسة الكل يزي ستوب فيه البرك جماعة المجلس التأسيسي نقول لهم راكم تعبتوني يزينا أخوي نقول لهم ستوب نبدلوا نغيروا عينا الحكومة كل يزي فيه البرك خلي خير ماذا بيها نقولها للنهضة والحماية الثورة الحكومة تفدد وقتلتنا مرجتنا عفستنا مرجتنا كيما تمرجوا مدى بالله قيلونا بالله رانا فدينا راه ها تو نعملوا تو نعملوا تو نعملوا ما رينا حتى شيء اي واحد يحب يعرق البلاد يزي سايب البلاد سايب صالح خلينا نخدموا خاطر تونس راه يلزمها تو وقت خدمه جبال يقولوا يزي مرزوق يقولوا ستوب في البركه المجلس التاسيس ثم عنف موجود لفظي مادي تحرش كرتوش حكايات ماذا بينا هذاك نقول له ستوب يا ناس يزيو يا ناس انت معناها انت ارجعوا الملاكم يعني هات امكانيه باش نتعايشوا مع بعضنا هات خلونا انت مش معقول انت الشيء اللي واقع توا انت بهالاسلوب هذايا بهالتقسيم هذايا بهالتجريم هذا انت معناها الخطاب المزدوج انت معناها انت التناحر اللي انت قاعدين يعملوا فيه الناس هذا الى متى المشاورات والمفاوضات جارية وحثيثة وبين سق سريع مع الفنان صابر الرباعي لإجباره وإرغامه على الغناء بيني وبينه وبين هلا قال صوتي يوجع واحد وكل لا عندي واحد عندي شو اسمه عندي عندي حاجة لطفة لا عندي شوية عندي التهاب خفيف التهاب اللطف عليك أول مرة ما نحبش الحكاية أي سيدي ستوب يزي شنو سؤالي للحضور الكريم في بلا مجاملة العلم يا حبيب شغال شبك بديت بي انا كان يواجهوك هاي تفضل ويقولوا لك ستوب يزي من الاعلام ويزي من البرامج الاعلاميه في الاذاعه الوطنيه ويزي من حضور في بلا مجامله بماذا تجيب في كلمه شكونهم هذوما اللي يقولوا لي يزي جاوبني يا هل ترى هما مؤهلين وهما شكون كلفهم وشكون موكلهم باش يقولوا لي او يطلبوا مني شكون يزي شكون وكلهم توكيل ولا وكلهم لا كيما تحب خاطر وكلهم يعني شكون كلفهم اجابه واضحه ما تصورش عندهم الاهليه باش يجيو ويطالبوك بحاجه انت حياتك و دمرت من أجل العمل هذاك الإعلامي لطفي العماري لو يوجه إليك الأمر التالي لطفي العماري ستوب يزي من ظهورك في بلا مجاملة بماذا تجيب؟ نجاوبش على السؤال هذا نطرح سؤال آخر نقول شنو اللي يلزم اليوم ستوب في البلاد الأمور مش شخصية وبلادنا اليوم ما يشتع كل واحد بشاعتي على رغبات واللي سويه بتاعه أنا نقول ستوب خاصة للسلاح اللي قاعد يدخل لتونس اليوم ولا واقع وتقارير وش معنى سيد وزير الداخلية
معناها حدودنا مخترقة بطريقة بصراحة خطيرة وخطيرة جدا. إذا عنا توانسة اليوم قاعدين يدخلوا في السلاح ويكدسوا فيه في المخازن ويكدسوا فيه في المستودعات، راهو بصراحة نجموا نقوموا غدوة على بداية التفجيرات والسيارات المفخة، والمشهد العراقي موجود والمشهد الصومالي موجود والمشهد الأفغاني نعرفوه وحفظناه. دونك أكبر اليوم خطر قاعد يتهدد تونس هو السلاح اللي قاعد يتسرب باش يوجهه التوانسة لصدورات التوانسة. يا ولادي راهو نجموا نختلفوا، نجموا نتخالفوا، نجموا نحكيوا، نجموا كل واحد يحكي اللي يحب هو. أما إذا باش توصل الأمور لاستعمال السلاح ضد بعضنا البعض، وشفنا الشهيد نتاع القصرين أنيس الجلاسي إن شاء الله ما يكون هذاك الأول وهذاك الأخراني، لكن الأمور ما تمشيش بالتمني، تمشي أن الناس الكل كما قلت نولوا جنود ونولوا عيون يقظة باش نحميوا البلاد من أكبر خطر. إذا عملنا ثورة باش نحلوا السلاح على بعضنا، بصراحة لا حاشناش بها الثورة هذه، اللي حاشنا بها هي الدولة ولا شيء غير الدولة. هلا الزوادي ستوب يزي من إعداد البرامج الثقافية على قناة حنا بعلو، من الظهور في برنامج بلا مجاملة. هرب لطفي العماري من الإجابة، فهنتو جيدين هرب بيك برشا أي برا لي. بلا مجاملة، بلا مجاملة ليه هلا الزوادي، ليه هو حبيب جغان، ليه هو لطفي العماري، ليه هو اللي تزرع. C'est un concept. أنا نقول يزي ستوب، فيه البركة للناس اللي تسكر في الباب في وجوه الناس. صبر باعي ستوب يزي من الفن. كان يقولوا لك يزي من الفن. أخذيت وقتك، خلي وقت غيرك وما عادش عندك ما تقدم، بماذا تجيب؟ يزي يا هلا من سؤالاتك المستفزة. هذا واحد. اي اثنين. واحد يقول لي يزي معناه ويزي من ما فما حاشاك الحساد وشميتية يزي هو كليت الدنيا وتسحرت بالآخرة وفي أبو ظبي وفي مصر ودرا شنو. أنا أقول له يزي من التنبير، واخدم على روحك، واخدم على روحك، واخدم على روحك وتطولي أحسن مني وخلي في مخك حاجة. 150 مليون في تونس وماشي بدا. شوف اللهم العسل، خلي في حاجة في مخك أنك راهو بعقلك وبمجهودك وبذراعك وبفكرك وبكل شيء نجم تكون كيفي وأحسن وتفوت أي إنسان في الدنيا هذه لو تخدم على روحك. دونك يزي من رقاد، خلينا نخدمه. أي عبير النصراوي، نختم معاك. كريم النوالي قريب ما زلت تعود نقص عليك، أنا بدي مش أقول لك ستوب يزي. أي عبير ستوب يزي من الفن والإعلام، وارجع لتونس وشوف ولاية تونسي هكا تحقول باهي إعلامي واحد وكل فهمني يفرح بيه وتفرح بيه وكل أيوة. طويل القامة نقول ستوب يزي للتكسير، ستوب يزي للحطان العصاف العجلة، خاطر مش هذيك اللي بيش يقدم بينا على مستوى شخصي ولا على مستوى كفنانين ولا على مستوى بلادنا. بلادنا نحبوها، يزمنا نعبروا على الحب هذايا مش بالتكسير بل بالبناء. بابور زمر خش البحر، ينجم 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 انسان تعرف شو يقول لك على مثل شعبي تونسي زاد نحب ياسر مثل شعبية، يقول لك طول الغيبه ورجع بالخيبه. تبارك الله 12 سنه في فرنسا رجعت لنا بابور زمر خش البحر الهادي قال علاش اختيار بابور زمر. انا رجعت بالبوم صدر عنده سنه وشويه، ايوه رجعت بابور زمر الان هي اغنيه، لكن رجعت أيضا بمشروع كبير اللي هو تونغو عربي وتقدم في مهرجان المدينة والآن يتقدم في أوروبا وسيسجل قريبا مع عازفين من الأرجنتين. فهذا هو يعني بالنسبة لبابور زمر حب نقول عليها فقط كلمتين مهمين برشا، إنه هالأغنية هذية ما عملتهاش لأهداف تجارية. الأغنية هذية ما هيش باش تتباع، الناس كل باش تلقاها على الانترنت وباش تلقى الكليب متاعها على الانترنت. عملتها حبيت نكرم عالم من أعلام الموسيقى التونسية، الموسيقى الملتزمة اللي ماخذاش عمره ماخذ حظه كيف ما يلزم ورحل. تحية لروح الفنان الهادي قلة، أيضا تحية لروح الشباب متاع تونس اللي قاعد يركب في ياخذ هالمراكب متاع الموت وقاعد يموت، مش تونس في المغرب العربي كل لكن الظاهرة كبرت أكثر في تونس. تأثرت أنا آخر مرة في سبتمبر اللي أكثر من 70 تونسي ماتوا ملقاوش حتى الجثث متاعهم، تحرقت وقت اللي أمهاتهم يبكي ويقولوا على الأقل نحب وندفن أولادنا. هذاك الكل ما تعديش بعيدة، أنا ربما ما نجمش نعمل حاجة هوني لكن من بعيد كيفاش نجم نوصل صوتي. عاودت بابور زمر اللي قصص الشعر اللي نعم كتبها. واللي كتبها طبعا هو مناضل كبير اللي هو مولدي زليلة واللي زاد حكايته حكاية. فالأغنية هذية
المولتي زليلة وكانوا يناديوا له عام خميس. عبير يعطيك الصحة وبارك الله فيك، شرفنا شكراً على بحضورك الاستقبال. اليوم الفنانة والإعلامية التونسية بكلمة داريز عبير النصراوي، شرفنا بحضورك في برنامج بلا مجاملة. عمري نكشف أوراقي على الهواء. كيف الأغنية الجديدة نتاع صابر ربيعي؟ شنو؟ أي شنو الأغنية؟ عندك أغنية؟ ما نحبش نغني. اسمع نقول لك حاجة صابر بربي برحمة أبوك. أنا نختم وبعد أصنع جوك أخرج أنا بخرجة. تحبش هيك؟ معناها غني في اللي تنزل. اشتروني ترى. أنا باش نختم توا الحصة، باش نختم الحصة ونخليك. أي نختم ونخليك وحدك. إن شاء الله نتفكرها. أي تفضل اختم وبعد اسمع في دري تفضل اختم. صابر ربيعي يعطيك الصحة بالنجاح والتوفيق، ونفرح ياسر شخصيا كي نشوف نجاح صابر ربيعي على المستوى المحلي والمستوى العربي، وتأكدوا جدا من نجومية وشعبية وجماهيرية صابر ربيعي في عديد البلدان في العالم وخاصة في الدول العربية، وشخصيا استمتعوا بما بالحق والحق لا بالحق، ونفرح إنسان يبدأ محبوب ومشهور على المستوى العربي وكل شيء يعمل كيف هذا. توا حديث الكواليس البلاتو قاعد يزور حبيب جغام يقول له يحب على الغنية الجديدة قارئة فنجان، يحب رجعنا يحب يرجعنا العهد أبو الهول وفرعون وكل عندك منها قارئة فنجان شنو عندك منها؟ اسمحها وحدك خويا فطريقك يا ولدي مسدود ومسدود في غدر هرقة اثنين. شكرا صابر ربيعي، شكرا يا عبير نصراوي، شكرا علي من حبيب جغام، شكرا هلا ذوادي لطفي العماري، شكرا لكل الفريق التقني بقيادة كريم النوالي. مسالش ما زالت عندي القوة والجيش والصبر الحمد لله يا ربي والإرادة والعزيمة. شو ردوني تقول باش نصور كليب الكليبات القدم عرفت طيب توفيق عام 95 حمامة وثلاثة كيسان. شكرا لكم بعد ساعات من الآن يعادوا برنامج بلا مجاملة الثانية صباحا، وموعد البث الثالث بإذن الله يكون يوم الاثنين الواحدة ونصف بعد الزواج إن شاء الله تكون حلقة متميزة بحضور الفنان التونسي العربي صابر ربيعي وعبير النصراوي. نلتقي الأسبوع القادم سهرة الأحد على قناة حنا بعد مع برنامج بلا مجاملة. لذلك الحين ها هو صابر ربيعي يحييكم، وولي الزراعي يحييكم، ويتمنى لكم مشاهدة طيبة لبقية برامج قناة حنا بعد، ويترككم على إيقاع صوت صابر ربيعي وهو مطمئن إليكم. صباح الخير. اشتروني واشتروا خاطر عيوني، ريحوني اللي ناويين تتعبوني، ريحوني اشتروني واشتروا خاطر عيوني، ريحوني اللي ناويين تتعبوني، ريحوني صدقوني النهاردة أنا بين إيديكم، صدقوني صدقوني النهاردة أنا بين إيديكم، صدقوني بس بكرة حتدوروا مش حتلاقوني، صدقوني بكرة تيرارارارا حتدوروا مش حتلاقوني.